باتمان وينك صديقي؟ وين حيك؟ ديما الفرنسيس تبعوا فيك. وين شكون نقول هذا كتب لي هات الفلوس الزبي عرفت على اختك. وينك لاباس يا ولدي؟ وين حيك؟ وين فين براس؟ والله جيت لباريس وكل شيء، ما قعدتش، قعدت نهار وبعد طرت، فهمت، مشيت لكولومبيا كي العادة تعرفني، كي ما نسخنش البلاصة صديقي. واخر حاجه نحب نقول، نحن توا نطالبوا بجمهوريه ثانيه، نطالبوا بجمهوريه ثانيه، ونحبوك تو ديجاج ديجاج يا بن علي، باسمي وباسم الفنانين البرا والفنانين تاع تونس والشعب التونسي والجاليه اللي بالخارج، ديجاج. وطالبين من جمهوريه ثانيه محاكمه بن علي الطرابلسيه وعلى راسهم صخر المعطري. اوه سامحني، ما مش بالعاني، ما انا تحب نكلمك، ما مولا مش بالعاني تو نكلمك، انت حب قولي ابعث لي ميساج كي تبدا لي بغينا نكلمك، واحنا كيما اليوم كيما البارح انا وياك، اوكي، وديما بيناتنا بربي الحب، حكيت الحبس والتوقيف ودرشناه وكل ناحيه من مخك، انا مازلت كي قمت نفن في روحي وابعث لي ميساج ونكلمك ان شاء الله نحلوه ولا مقابلهم. ولذا انا توا ليلى طرابلسي قلها قدمت بقدمت بيكوني زوز نوازل، وانت في تونس برا تفضل قدم بيا النوازل اللي تحب عليهم انت، انا ما خافش منهم تونس، ما خافش من حتى حد، ولا عندك شافوكا خلينا نحكيو معاه، قاعده انت ماكش حابه تفهم، دخلتها زعكاوي ماكش حابه تفهم يا بنتي، تكلم فيا باللي سنتيمون سنتيمون وفلوس يا بنتي، من الكلام الصعيب يزي، من الكلام الصعيب لا تمشي وراء الشمس، وانت معناتها غلطتني ياسر وغلطت راجلك الحقيقه، وقلت للاولاد الحقيقه، قلت لهم راهي تجري لي برطمان، راهي عملت هكا وهكا هكا، مانيش خايفه من حتى حد، انا يا بنتي انا فلوسي صبيتهم لك هوني، انا نشكي بيك هوني، فهمت، وانت تشكي باليونسي غادي، وسلسله سلسله متحركه يجوا نفضوها وحدنا الاميابل ما تحبش، بخلاف اللي انت هبطتهم وتبيض بيهم في الاموال، بخلاف اللي انت هبطتهم، انا مديتهم لراجلك وهبطتهم عن طريقته، ومديتهم لك اللي كنت هبطتهم عن طريقتك، فهمت؟ نجم هذوكم تقول لي هذوكم ما عطيتهم ليش مثلا، مش مشكل، انا ما حطيتهم لكش اللي انت بيض بيهم الاموال وهبطتهم على طريقتك، ما عندك راجل يهبط لك. انا نحب نعرف تو 52 مليون اللي صابتهم في الشركه الاخرى، اعطيني ما يثبت. وكلم افوكا بتاعي، راك باش تندم راك. ما نتهددش انا باش تقول لي نمشي للسفاره، بيان سور نمشي للسفاره. اليونسي اللي تحكي عليه ولقوه بعد زوز مع خواتك انا، مش معايا دونك انا ما نعرفهمش الناس هذوما، ما نعرفهمش. وقت اللي هبطت لتونس اكتشفتهم، وللاسف انا زاد بلادي وهنا يعطيهم الصحه، زوز يكافحوا في الفساد بانواعه الكل. السيده هذايا ليلى طرابلسي تبيض بيه في الاموال. طيب بالواحد وبالادله مش لعبه. ويحبوا يعملوا انقلاب، شفتوا الانترفيو الاخراني مع هادي زعيمه؟ هي البنيه نسرين سلمون باش تبيض له شويه الصوره نتاعو، فهي علاش طلقته، احنا شفتهم الطرابلسيه، احنا معاهم عندنا 30 سنه، اكثر منها هي ليلى الطرابلسي، اكثر منها انه هو حب يطلقها، جاتو بيريود حب يطلق، لقاها باش تسرقوا، باش تسرقوا، فهمت، حب يطلق، جا للا نسرين عرفته في دبي، الازرق هذايا، باهي، شكون الازرق بالله؟ شكون الازرق؟ الرئيس على كادوري معاك الازرق، الازرق. يعني بن علي، بن علي على كريم الغربي عيط له اللي هو كادوريمي، عيط له الازرق وما قابلوش، قابلوا مره مده 4 دقائق، يكذب كي قال لك وصاني وكله كذب فيلم، فهمت؟ لالا نسني ماك تعرف هذا دروغي، تعرف انت عبدك دروغي كيفاش شددت وعطاته تريحه نباش القبور الثالث نتاع ابوها، كتفت له ديال تالي وعطاته تريحه، قالت له خاطرك كذاب وخاطرك بلعوت وما عندك حتى شيء. يعني نسرين بن علي عطات تريحه لكريم كادورين كيستعمل لها كيستعمل لها الكارت نتاعها. قالت علي بوجود سليم شيبوب بوجود خواتها نتاع تونس، فهمت؟ قالت له وجهك لهنا في القصر ما عادش نحب نراه. انا قصر الساعة. لالا ليلى شاده فيه القصر نتاع جدة. انا حكيت عليه جوست باساج، انا حكيت على المشكلة تاع تبييض الاموال وكيفاش هي حابه تعمل لي تبييض، اي ولدي قضيه كبيره برشا سي فوالا، خاطر هما خاطر شفت تعرف شكون معاها؟ معاها اليونسي نتاع الكره هذاك نتاع كلوب افريكان،
ومعاها مراد شكون كوبا تاع الكوره؟ راني لا علاقه بالكوره انا، شكون اللي معاها مثلا؟ اليونسي اليونسي ريفافريكان اليونسي والله اليونسي لا انا والله لا علاقه اليونسي بالكوره انا، معاها مع ليلى واحدة بن زي علي. مجدود توا في قضاء مع ليلى بن علي ومعاهم كدريم ومعاهم مراد قوبعة ومعاهم واحد من اسمه حمد نتاع سيدي بوزيد، وعندهم جماعة في فرنسا اللي بعثوا لهم الباسبورات. انا بعث لك الباسبورات كوبي، عندهم باسبورات امريكان، عندهم فرنسيس باسبورات، وعندهم ايرلندي، عندهم 3 جنسيات هي وبناتها 3. باهي فهمت. وسيكا دوريم المهمة نتاعو تبييض الأموال، يدخل الأموال، قاعد يدخل فيهم تبع في مونطون كبار عن طريقه هو، كي يدخل بيان سور عمل لك البهرجة هذيك ما يفيق بيه حتى حد. اليونسي ولجماعته الكل عنده في سيدي بوزيد، عنده في سيدي بوزيد، عنده في القصرين جماعة، وعنده جماعة نتاع تونس في مون بليزير والكل، باش يقلبوا النظام ويعطيوه الكادوري. بل انت شنو تخيل؟ قلت لك راهو برنامج كبير برشا، ما عندكش فكرة، باش يقلب تونس. يعني هو يدخل انا هنا معناتك بركة. كادوريم يدخل ويخرج بفلوس على تونس كيف ما يحب يعني، حسب ما فهمت. برافو عليك، اش قلت لك انا بالدليل انا اعطيته، مش هكاك. وشنو مش شنو نعرف شنو تحمل منفعته هو في مسؤوليتي، شنو معناتك شنو منفعته في باش يشد هو يخدموا فيه الرئاسة، باش هي سايب لها خويتها ويرجعها هي لخسر سيدي ظريف. فوالا ايه كذا سي 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 انسان انسان صدقني 100 فرنك ما عندوش، يقعد يستنى الكوجينه اللي نطلع له دجاجه، ياكل دجاجه وحده في النهار، دجاجه ياكلها في الفطور ودجاجه في العشاء. ليلى الترابلسي هي تخلص له باش يعمل لك الوحده نتاع هذيك نتاع البدن، ما نعرف نسميهاش، بس البروتين نتاع البروتين الميسكيلاسيون ولا شنو، البروتين والسيسي وك الصغار حاول قداش يضمهم ليه ولاد الماتر وسي، معناتها رافضين رفض كامل. طيب في القصر تقول واحد عرفت يهز لها ساكه نسرين، ترقد يقوم يلم لها حوايجها، فهمت، هذاك خديم عندها سيتو كله فين. اختي فاقت بيه البنيه المالي هي بالحق، معناتها مسكينه بدعان تاع امها كل تحفه، فهمت، واختي فاقت بيه اللي هو يسرق وكذاب وما فما حد شيء، طاطو تريحة نباش القبور الثالث نتاع بوها، الفرق نتاع بوها بوجود اخواتها نتاع تونس، حزوا عليه اخواتها نتاع تونس، حطته في التركينة كذاب يا ساقط اللي بيه قتل وراهو. هذا مش كيتك تقول قال ليلى طب ما ساحبينها بنتك عملوا لها سحر باش تكرهني. ليلى ما يهمهاش، ليلى ما يهمهاش لبناتها لا حتى واحد، ليلى اللي يهمها مصلحتها فيه فقط. ماما ميه. وراهو مش وحده، راهو كادو الازرق انت حكيت مش وحده، راهو مع بعضهم. أمانة توا هي توا اللي وصلت له الفلوس نتاعها راهي مليارات، راهو هو قاعد يهز، عرفت كي يغرف ويهز الراجل الفلوس التونسي ضيعهم. كيفاش تجيبوه في التلفزه واحد كيما ذاك ويتمنيك ويضحك ويعمل عندي، ما عندك شيء، ما عندك حتى شيء تكسب. مليارات يعني انتي مليارات خرجهم من تونس ولا مليارات مليارات خرجهم من تونس ولا مليارات دخلهم لتونس؟ لا هو يهز ويجيب، يجيب في نوع نتاع سبيك نتاع ذهب، هي تعطي له فاهم لهنا. فهمت؟ يهبط وياخذ والفلوس ما يخرجهاش، يهزها لليونسي، يهزها الناس يخدموا لها في المخطط نتاعها معين. يعني تو يعني ليلى الطرابلسي قاعده تعمل في في في, في, في امبراطوريه، يعني قاعده تعمل في اي مال شنو، ما شفتش انت تو ما شو علاش نسرين كلمه هي باش زعما تقول للعباد راهو سيد الرجال ودرا شنو. افهم انت هذيك هي اسمعني، تعرف ايش فهمت انا هنا، تعرف ايش فهمت هنا. السلام عليكم، شوي خليك على الميكرو. نهبط نحطه بعيد شوي هكا، صفا سي صفا. الورا، اول حاجه قبل ما نبدا كل شيء، هذا تنبيه ورساله للي باش يعملوا الكنترول، اللي يخدموا مع اليوتيوب للفيديو هذه، اللي هم موجودين في البرتغال، باش يكون تونسي والا جزائري والا عراقي، زاد لازم نعطيكم حتى الاسامي. ردوا بالكم، ردوا بالكم، تنبيه، راهو الفيديو هذه قبل ما تهبط باش تتعدى على خبير باش يثبت في قانون البرايفسي، قانون الخصوصيه، قانون الكوميونيتي نتاع اليوتيوب، باش يثبت في جميع القوانين، ورانا نحترموا القانون على الاخر زاده. يعني كان فما تصويره باش تهبط راهي باش تهبط باش تخبى العينين، كان فما وثائق رسميه باش تهبط راهو باش يتخبى الاسامي وباش تخبى النوامر الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. نعرفوا روحنا باش قاعدين نعملوا، فاش قاعدين نعملوا، محترفين في الدومين هذايا، متاكدين ملي باش ننشروه. لذا ثبتوا رواحكم، ثبتوا رواحكم، ثبتوا رواحكم. اي تجاوز يصير منكم جماعه الكنترول نتاع اليوتيوب، رانا باش نتبعوكم عدليا. واضح؟ اللهم اني بلغت. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، اي واحد قاعد يتفرج تو في الفيديو هذه يتلي شرجها عنده، اي واحد ما تعرفش على البلاوات حتى تنجم تتنحى
فما خاطر باش تدور برشا فلوس، باش تدور برشا فلوس، وهذيك عباد كيف ما قالوا لي انا اللي ما تشريش الفلوس يشريه برشا فلوس، لكن انا لا نجموا يشروني لا بالفلوس لا بالفلوس لا بالبرشا فلوس والحمد لله. الورا اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اي واحد قاعد يتفرج في الفيديو هذه يتلي شرجها يصبها عنده ويصبها بارتو، من بعد يصبها بارتو، يلزمها تتفرد بارتو باش ما عادش ينجموا ينحيوها. اي اللي كنتوا تسمعوا فيهم توا ليلى وبنتها نسرين والعائله المالكه يعني اللي سبيدها كنتوا تسمعوا فيها، وهذه راهي لمحه صغيره عطيتكم مازلتوا في الفيديو باش تسمعوا باش تسمعوا 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 حصيل لين شفت مخاخكم تعمل هكا من الاخر. واضح؟ لذا اربطوا الاحزمه وتلي شارجيوها تلي شارجيوها الفيديو هذه تلي شارجيوها عندكم، صبوها عندكم صبوها عندكم، ومن بعد حطوها بارتو. في الفيديو الاخر انا قلت اني هذيك الاخرانيه بالكل، والمره الجايه باش نجاوبهم في البلاتوات وين يحكي هما باش نحكي حتى انا. نو بدلت رايي، علاش هذه لازم تهبط الفيديو هذه لازمها تهبط؟ علاش؟ خاطر من هنا انا باش نروح في الصيف هكاك من بعد الصيف ينجموا من هنا لك الوقت هذاك يستحوذوا بروبريو على البلاد ويوصلوا للي حاجتهم به ويوصلوا للي قاعدين يخدموا له عنده برشا. الله لازم ينقضي عليهم ليلى جين وكادوريم نتاعها والعصابه جمله، يلزمني نقضي عليهم باش ما عادش يقدموا، يلزم. لذا باش نعمل الفيديو هذه اليوم وباش تشوفوا فيها العجب. في بعض الاحيان باش نخبي لسامي، باش نخبي لسامي راهو لسبب واحد، خاطر فما قضايا مرفوعه في تونس في السعوديه بو في في في, في, في اسيا نقول بصفه عامه، داي خاطر مش السعوديه كهو، في اوروبا مرفوعين قضايا وفما تحقيق قاعد يصير وفما اجراءات قانونيه والقضاء قاعد ماخذ مجراه ويقوم بدوره. الورا فما بعض الاسامي باش نخبيها، بعض مش الكل باش نخبيها، ولكن تو كيجي وقته نقول كل شيء ابار. يعني نتصور انك بيجي وقته الاعلام نتاع تونس عاد ما باش تلقاه متربع وقت يستنى اللي باش يتعداو باش تلقاهم في بوفرده باش يتعداو البوفرده، بالطبيعه الاعلام باش يحكي عليهم الكل، واللي مش باش يحكي عليه الاعلام ولا ما يسميش تو يجي وقته ونسميه انا. لكن انا توا مضطر اني نخبي برشا اسامي ومضطر اني نخبي برشا حاجات، هذا مش باش نقول كل شيء لكن باش توصل المعلومه كامله وكامله على الاخر، يعني كامله على الاخر على الاخر على الاخر. وعلى ذكر الاعلام، الحلقة الأخرى اللي جاب فيها الهادي الزعيم، والله هو بينه وبينكم راهو العكس، يعني الحلقة الأخرى اللي جاب فيها كادوريم الهادي الزعيم، يعني كادوريم هو اللي استدعى الهادي الزعيم في الحلقة الأخرى هذيك نتاع فكرة سامي الفهري، راهي لعبة ملعوبة وفيلم مخدوم يعني ظاهرة. يعني قداش بيكم مكايب زي هربي يا اخي، اش بيكم مكايب زويولة بارشة في مخاخكم بارشة بارشة بارشة، يستيقظوا الزح ارتقيوا يا معلم، فيقوا شوية يا معلم مامية. والفوكال هذيك اللي بعثته نسرين زعمة للهادي وكادوريم في بلوش بيه، كادوريم هو اللي جابه، هو اللي جابه الفوكال هذاك وعملته ليلى، عملته ليلى ماهيش عملته اصلا نسرين بصوت نسرين بطبيعه الحال، لكن ليلى تقول نسرين اعمل هكا وهكا وهكا ونسرين تعمل. نسرين راهي مغلوب في امرها محكوم فيها، علاش؟ نسرين راهي مدمنه مخدرات على الاخر، يعني وصلت لليفيلو اكثر ليفيلو للعنكوش مدمنه، وحطوها جا في برشا مراكز العلاج لعلاج المدمنين وشيح كيف فارغه، ما عادش فيها دواء على اي على الفرنك تعمل اي حاجه نسرين، اي حاجه تعمل تتحيل اي حاجه عملت عميل الله معها. واضح؟ لذا ليلى تدخل وهي تعمل ليلى توا ما هي صورت ما هي لمعت تصويره بن علي ورجعوا مصاب يرجعوا لنا بن علي ويمد بن علي وسيد الرئيس، يلا لا ترحم له عظمك بن علي نتاعكم، خاطر الشعب احمق وينسى فيسا، مش ينسى شعب 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 مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون، او كما قلت كلمه زايده. واضح؟ بالرسمي حاش اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلوش راه شوي 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 زاد. ها قاعده تلمع، قاعده تخدم في خدمه عندها بارشا، اللي قاعده تخدم في خدمه وقاعده تصرف في بارشا فلوس، وعامله الازرق هذاك الازرق تعرفوا الازرق اللي هو كادوريم، تعرفوا شكون يعيط له الازرق؟ شكون يعيط له الازرق؟ تسمعوا كل شيء باذنكم، تسمعوا كل شيء باذنكم من عند المعنيين بالامر من قصر جده، يعني من القصر اللي موجود فيه بن علي وليلى والجماعه والفاميليا الكل. واضح؟ لذا الحلقه هذيك راهي لعبه خدمه مخدومه، وانا راني كي تكلمت يا خلق ربي بالله على فكره الساعه بالنسبه لرايي انا في الهادي الزعيم راه ما يتبدلش، راهو ما يتبدلش
ما ك ك صحفي ك معناتها نحكي على الحرفه محترف. السيد عنده كاريير ويحكم علينا بالسيف علينا نقدروه الكاريير هذيك ونقدروه ونحترموه هو كصحفي. شفت في حياته وندر شنو امور وانا مالي ومالو. انا كي نتكلم كصحفي الهادي الزعيم يستحق الاحترام. خدمته خدم يا اخي شنو يا اخي بجاه ربي راهي حرفه راهي خدمه راهي التلفزه شفتها معمل والصحفي خدم هو اللي يخدمه في الشركه ولا في المعمل هذاك. الورا يلزم يعمل برودوي يلزم يدخل فلوس يلزم يخدم هو كمحترف انا نتيري له شابو. وحكيت انا ويا هذا الزعيم جاوبني اجابات اقنعني يا خويا وجاوبني باحتراف وجاوبني معناتها نتاع مبكش فمي ما عندي من جاوبه والله العظيم ونتيري له شابو وراي راه ما يتبدلش فيه. وشفت هاك اللي يقولوا يبندروا انا ما نبندر حتى وياك. شفت الحوار التونسي هذيك كي تحب نمشي لها بالسيف على هذا الزعيم وبالسيف على سامي الفهري مولاها بيدو ونحط نقطه ونتعداو. المدعو كادوريم الخدمه اللي يخدم فيها هذيك الكل بطبيعه الحال مدعمتها ليلى تجين وتسمعوا كل شيء باذنيكم. اللي صدق بالرسمي ابله وانتم الاكثرين تاعكم صدقوا والله معاكم صدقوا يا ودي صدقوا. انتم اصلا البلاد بعتوها عندكم بارشا انتم كشعب راهو البلاد بعتوها بارخص الاثمان بارخص الاسوام يا صحيبي بعتوها. اللي يجي بص عليكم في التلفزه ولا في اي وسيله تاع اعلام والا في مواقع التواصل الاجتماعي والا يجي يكذب عليكم واني باش نرمم واني باش نعمل هاو مقرونه هاو قشوه هاو ترميم مدارس وكله بص في بص في بص وتبيعوا له البلاد. والله العظيم عيب عليكم بالرسمي عيب عليكم على خاطر انتم راكم شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون على الاخر زاده حاشا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلش شويه راه قليل اللي ما يستاهلش. انتم شعب طا برا يا زمان ويجا يا زمان حان على الاخر زاده حاشا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلش راه قليل. لازمني نقول هذه يلا غالب لكن اللي ما يستاهلش راه قليل. انتم شعب برا يا زمان ويجا يا زمان رخيص على الاخر زاده. وشنو بجاه ربي يا اخي ما حبيتوش تفيقوا يا اخي نسيتوا. بالروح والدم نفديك يا بورقيبه بالروح والدم نفديك يا بن علي بالروح والدم نفديك يا السبسي يا صحيبي يا السبسي يا السبسي يا صحيبي ماما مية يا اخي ما فقتوش يا ودي. بالروح والدم افدي بلادك افدي امك افدي ابوك افدي اختك بنتك ولدك خوك تفدي في بورقيبه وتفدي في بن علي وتفدي في السبسي. هنا بول مخير فيهم ونعم بول مخير فيكم حاجه اللي ما يستاهل. تستيقظوا يا صحيبي ماما مية يا ودي الطحين راه ما يوصل حتى شيء يا ودي ما حبيتوش تفهموها. وصلكم توا عندكم مدري قداش من 100 سنه وانتم تهزوا الطحين وصلكم الطحين ما يوصل حتى شيء راهو الطحين. استيقظوا يا صحيبي عيشوا رجال. نعم بول عيش الكلب انت عاودني معاكم ماما مية بعتوا دين والداها البلاد. فيقوا يا صحيبي راكم للعنكوش وباش يرجعوا يحكموا فيكم وقاعدين جا يحكموا فيكم باش ترجع ليلى جين تحكم فيكم العليسه هذيك باش ترجع تحكم فيكم وهي اصلا راهي تو قاعده تحكم فيكم. يستيقظوا يا صحيبي عملت لكم تو هذاك تو هذاك وجه هذاك نتاع حتى الكلام اللي يحكي فيه هذاك الازرق تعرفوا شكون يعيطوا الازرق وتعرفوا شنو حكايه الازرق. شفتوا كادوريم من اليوم اسمه الازرق تعرفوا الحكايه هذه شنو وراها. ويكذب عليكم ويبصوا العمله الرقميه من اين انا عمله رقميه انت عندك مع العمله الرقميه ولا عندك مع العالم هذاك هيك يحشم على روحك قلاب متحايل بديت تحايل في فرنسا تحايلت على المثلوث في 400000 يورو تي انت في دبي تتبث العبيد تتيتم تطلب في 500 يورو وقتها يبعثوا لك. تي امك ما عندهاش دخانه امك مطيشه في فرنسا يعلم بها ربي تعيش بربونه وبوك يعيش بربون يعيش متشرد امك وبوك متشردين ما عندهمش فلوس ما عندهم حتى شيء انت ما عندك حتى شيء وتكذب وبصاص وكذاب. يسيب علينا يا صحيبي وحكينا فيه الموضوع هذا ما نرجعوش. وين راني نقولها للمره الالف راني مجرم انا شفتوا مجرم وكعلاف وقصدري مصده وسلع قرع وعلى الحيط على الاخر على الاخر على الاخر لكن كلامي شفتوا راني ما نقول كان الحق وراني راجل نعيش راجل في الدنيا دي راني نعيش راجل وراني حتى ولو يعني حتى ولو عملت حاجه في حياتي راني عملتها بامور رجله لا نضال لا وطنيه لا اسلاميه لا تربيه تشكيليه لا تربيه بدنيه من الاخر يعني راني عملت بامور رجله. انا راني كي دفعت على بلادي وندافع على بلادي ونحارب في الفساد ونحارب في الهم الازرق اللي قاعدين نشوف فيه بامور رجله. راني قصريني فرشيشي حر من تالا الابيه انا ورثت على اجدادي الفلاقه ورثت عليهم الرجله. اما التبندير هذايا وعوني مناضل انا عمري ما كنت مناضل وعمري ما كنت ندرسنا وراجل نعيش راجل ندافع على بلادي برجله لا اكثر لا اقل بامور رجله واضح. لذا
مجرم كعليف شبه حبس شبه حبس صحيح سبعوني تاع حبس علاش تحديت تحديت بلدان عظمى يا صاحبي تحديت بلدان عظمى ولا يهدوا فيا بالحبس وريق وما نعرف شنو اوكي قديت فاليز قديت الفاليز نتاعي فاليجتي خلاعي سليبيتي سيرفوت ميناتي سيرفوت سيرفيت سيرفيت مي سيرفيتمون سور سور فيتمونيتي سور فيت ضربة هذيك هي الحصيلو مانيش باش نصلحها باش نخليها هكا سبيدرياتي دنيتي عالمي ومشيت راسي الفوق للحبس ما فما تهدوا فيا بالحبس نحن ولا هاني ندخلوا الحبس دخلوني بعامين عديت ست سنين وشهرين و14 يوم وما فما حتى اشكاليه مازالوا عام مازالوا لطف يا رب علاش عامين مازالوا جمعتين ونكمل كل شيء واصلا اصلا راني باش نخرج من الحبس الصغير وندخل الحبس الكبير يا اخي الدنيا يا اخي عايشين في حبس نحن تعرفوا الحريه وقتاش تذوقها كي تموت كي تموت وقتها تقول انا حر اما ما دامك حي اسف يا حصل على الحريه ويعلم ربي بالتعب والتضحيات والعذاب اللي البشر يتعدى عليها ما تبارش عباد راه يدافع على البلاد ويحاربوا في الفساد ونحاربوا في الهم الازرق ويعلم كان الرب سبحانه تجيو انتم تبيعوا تبيعوها البلاد بارخص الاسواق معليش يا صحيبي علاش على خاطركم شي شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون الا من رحم ربك حاشا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهلوش راهم قليل على الاخر زادا واضح انا واحد من الناس يزي يا اخوي يزي انا بلادي عطيتها 20 سنه من عمري دفعت عملت ضربت بالبون عملت كل شيء وراني ديما نحي انا ما نخليش انا عندي من اول زادمين اللي بداوا معايا الاستاذ حسين المجري قروي من القروان حسين المجري نكلمه نقول له حسين اسمعني نحي الفيديوهات الكل ما يصدقش المره الاولى كما بدي مثبت نكلمه كان يقول لي باهي كلمني خلي اسمع صوتك نكلمه نقول له حسين نحي كل شيء خاطر مانيش نعمل باش يقولوا هو عمل نعمل بالرسمي بامور رجله باش واحد يعمل حاجه لك البلاد يحاول ينفع باش 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 اولادنا ما يصيرش فيهم واحفادنا ما يصيرش فيهم اللي صار علينا نحن واللي صار على والدينا واللي صار على اجدادنا خلي يعيشوا متفردين خلينا نوفروا لهم حياه مخير ونعملوا لهم عقليه مخير ويعيشوا ويعيش نانا انتم ما تحبوش تحبوا تعيشونا ديما في الغرم تعيشونا في الغرم خير باش ما نقولش كلمه اخرى كنقولها باش تحبوا تعيشونا في الخرا للعنكوش فوالا تحبوا كيك الله معكم يا خويا انا تعبت بابا مات ما شفتوش امي 70 سنه عمرها عندي 7 سنين ما شفتهاش ماش قاعد نضيع باش بيبي مانيش فيق بروحي يا صاحبي الله راك هو اللي علي عملته اعطيت لبلادي عملت ونحي كلني ما نخليش ولو شفتهم الفيديوهات هذوما ماذا بيا يخرجوا اوكي ويوصلوا لعبيد وبعدين نحيو ما نحبش منظر يقعد من خاطر كي نعمل راني بالرسمي ربي سبحانه يعرف شنو قاعد نعمل الدنيا هنا عم بقول مخير فيها حاجه صلاحه وحاجه اللي ما يستاهل وما تسوى حد شيء والله العظيم ما تسوى حد شيء اللهم لا عيش الا عيش الاخره ينام بوها الدنيا ينام بوها بما فيها واضح لذا انا باسطة يزي يا اخوي تو على خاطر ميمتي قلتها تجاوز في المره الثانيه خاطر باش نسكر تو علاش على خاطر شفت الفيديو هذه لازمها تهبط علاش انا الفيديو الاخر الاخر اللي عملته قلت هذيك الاخر لازمها تهبط هذه علاش خاطر انا قلت من هنا للصيف يعني تو جيت ونطون حربهم في البلاتويات كيف ما يعملوا هما لكن نو من هنا للصيف نجموا هما جاست تحوذوا على البلاد وجا ينجم يكونوا ينجموا يوصلوا لحاجتهم به خلينا ننزل خويا عليهم النزله هذه باش نجبد روحي اخر حكايته باش نعملها توا على ليلى ونسرين وبن علي وجماعه ظومه والعصابه نتاعهم والبروجرام اللي عاملينه والهيلمانات والازرق اللي هو كادوريم وغيره وغيره كيف ما قلت لكم انا راهو اخر مره باش نتدخل توا كيف امور فساد وامور 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 هم ازرق وصاي يزي اخويا يزي فك هاو باش نحي الهم هذا الكل على خاطر ميمتي على خاطر كعبوره زاده هذيك على راسي وعيني زاده حتى هي اخواتي اصحابي العبيد اللي تحبني يا خويا يزي فيه البرك توا باش نخلي العالم هذايا طيش على جنب قمت بواجبي عملت اللي عليا كهو يا خويا يزي حتى الرجله برشا برشا راهي مرات اللورا بصبا يا خويا باستا يزي باش نتلهى بعمري بحياتي 40 سنه عملت يا صاحبي كهو يزي نو يزي خلينا نمشي عندي تور دو مونت خويا عندي دوره حول العالم باش ندور حول العالم من بلاد لبلاد ابن بطوطه باش نولي الحصيله نفتق مواهبي ننفع روحي وننفع غيري وننفع غيري باش نعمل دوره حول العالم بطريقتي يعني باش تشوفوا كل شيء على عينيكم ويزي خويا من العالم هذا يا خويا انتم كان فهمتوا ما فهمتوش تحبوا تقعدوا شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون اقعدوا شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون اموركم كان تحبوا اقعدوا هكاك اقعدوا تحبوا تسترجلوا استرجلوا يا خويا وارتقيوا واطلعوا من هاك المستنقع يرحم والديكم ويزي ما بعتوا يزي اعملوا روحكم قدر وكرامه اعملوا روحكم قيمه يا صاحبي بعتوا دين والديه لبلاد راه علاش هاكم باش تسمعوا بدنيكم الهم والخنار الازرق
استيقظوا يا صحيبي، ما عادش تصفقوا ليجيريا ويخرج لكم واو. تو هذاك رهت، هذاك وجه كادوريم، تو هذاك وجه، وقال لك العمله الرقميه. منين يفهم فيه العالم هذاك انا رقميه وانا متحيل سارق كذاب ونتحمل مسؤوليتي قدام القضاء وعندي كل شيء، وراه شفت الوثائق وي 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 وي، فما حاجات ما نجمش ننشرها، فما حاجات ما نجمش ننشرها، لكن اوك القضاء، اوك القضاء عنده كل شيء. واصلا شفت الحلقه نتاع الحقائق الاربعه باش تتعدى نهار 10 جانفي، بعض اللي باش ننشروا توا بداو ينشروه حتى هما زاده، وتفرجوا فيها الحلقه هذيك. با المراه اللي باش تحكي هي اللي باش تحكي عندي انا توا، هذه اللي تسمعوها باش تقول اسمي اميمه وفي التعليم وتسكن في الخليج وما نعرف شنو، با باش تعطي كل شيء مضروبه بطبيعه الحال. لكن المراه هذيك موجوده معاهم في القصر 30 سنه موجوده معاهم هي ورجلها، واضح. وتحياتي للحقائق الاربعه، حمزه كلمته مره الاخرى، بو كلمته مره الاخرى في ميساج صغير باش يوصلوا لك اسامه. اسمعني يلا الله معاكم، الله معاكم حقائق الاربعه. بو لذا اكم باش تسمعوا كل شيء باذنكم، ركزوا مليح، وانا باش مرات باش نتدخل، خاطر هي مرات ليلى كي تبدا تتكلم تزلقها العباد اللي تخدم معاهم، تقول لهم ما خاطر كل شيء بساميهم هي، ما تعملش باسمها هي، بساميهم هو ما تعمل، تقول لهم كيف باش تحكيوا على تبيض الاموال، انتم تبيضوا في الاموال، خاطر هي كل شيء تعمل بساميهم هما. الورا غادي نتدخل انا باش نقول لكم اللي هي قاعده تزلق لهم باش يتكبسوا، يعني باش يشدوا ثنيه مرات باش نتدخل، والباقي الكل باش تسمعوا كل شيء بوديكم، باش خليكم تسمعوا واعصابكم، يعني اعصابكم، واللي عنده اصحاب الضعوف، اصحاب القلوب الضعيفه، اصحاب القلوب الضعيفه ماذا بيك نتبدل، يعني بنمشي تفرج كي العاده، كيما ديما مستنس نقول لكم برا، حط هزيم الرعد ولا النمر المقنع ولا الكابتن ماجد ولا سالي وتفرج على ذوكم. اوكي، وميساجي هذا الليله بن علي وعصابتها وكادوريم وجماعتهم هذوكم الكل، راكم فقراء جدا، انتوما فقراء جدا، لا تملكون سوى المال، كيف ما قال جبران خليل جبران، ما عندكم كاين فلوس، ما عندكم وين توصلوا، راه سي ما عندكم وين توصلوا، باش تقعدوا طول عماركم فقراء جدا لا تملكون سوى المال. كيف ما وصيتكم الناس الكل، الفيديو هذه تيليشارجيوها عندكم، تيليشارجيوها عندكم وصبوها بارتو، صبوها بارتو، واضح. باهي توا نبداو نسمعوا مع بعضنا، باش نحط انا لي زيكوتور باش هكاك ما يتخلطش في الصوت اللي نسمعنا هناك. هاو تو باش نبداو نسمعوا هذه نسرين، ما هو الهادي الزعيم زعما جاب صوت نسرين بن علي، ما جبت الصيد من وذنه، مش ما نقولش كلمه اخرى. هذه هي نسرين بن علي وهي تحكي بو مع شكون الله اعلم، برشا فوكالات هاك باش تسمعوها، هي في حياتها تعيش هكا، هي كتبها تحكي، راهو الفوكال هذاك راهي كبسوها الماسيموم، كبسوها بروبريو، عملوا لها كبسه اللي هي هاي نسرين بن علي، مازالت كي فاقت من النوم زاد كيفاش تحكي، مازالت ما عطاتهاش، كي تعطيها تولي اكثر من هكاكا. نسمعوا بعضنا. اوه سامحني ما مش بالعانية، ما انا تحب نكلمك، مامولا مش بالعاني تو نكلمك، انت حب قل يا بعث لي ميساج كي تبدا لي بغينا نكلمك، واحنا كيما اليوم كيما البارح انا وياك. اوكي اي اوكي، كيما اليوم كيما البارح، برد دمك وتو نلقاو حل ان شاء الله. بي انا راني والله العظيم ما نحبلكش المظاهره، يعني فهمت، ان شاء الله نحلوها بلاتي هي احسن، وذي ما بيناتنا بربي الحب، حكيت الحبس والتوقيف ودرشناه وكل ناحية من مخك، اذا رادي ولا بحبش الدوينة بالكل تمرضني الدوينة والله، وخذونا بالعين، خذيكم بالعين. انا مازلت كي قمت نفنف روحي وابعت لي ميساج ونكلمك ان شاء الله نحلوه. نفنف لالا نفنف 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 بي عزيز علينا غالي هذاك، وانت زيد هذايا كان صوت نسرين، صوت نسرين ومازالوا لما حلا برشا ما يزي يضو ما يزي، جا هي مسكينه هكايا راهي تعيش هكا، تعيش مدمنه على الاخر، زاد مدمنه على الاخر، وصلت لل على نيفو معناتها الليفيل نتاع صاي،
هزوها باش يعالجوها، حطوها في مراكز، حطوها مره 4 شهور في مركز معالجه المدمنين. حكايه فارغه، حكايه فارغه. وحتى في السعوديه راه، حتى في السعوديه حطوها في مركز معالجه المدمنين، حكايه فارغه. هي موجود في السعوديه مركز معالجه المدمنين وموجود كل شيء. بوا مش موضوع نسرين الله معاها، جوست كي حبيت نسمعكم خاطر هما جابوا فوكال نتاع نسرين ونضم يسخادوا رواحهم ما ادري شنو جابوا. تي 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 نعطيكم تي نعطيكم 10 سوايع فوكالات نتاع عيله كامله. شالينا توا نسمعوا اللي سبيده ليلى بن علي بيدها، واسمعوا الضرب توا، اسمعوا الضرب توا ليلى بن علي، باش نخليكم تسمعوا الحصيل. ومرات كيف باش نقص عليكم باش نتدخل في حالات يعني. هاي نسمعوا بعضنا. السلام عليكم. هو لازتني باش نقدم بها زوز نواز لهنا، مش نزل برك. هي تهدد في اخوتي وفي انا في الناس الكل، وانا ما نهددش. انا مشيت ديريكت فعلت، انا نفعل، انا ما نتهددش وما نهددش، انا نفعل. اوكي، عطيتها ورقه ما حبش تصحح، قلت لها رجعت لي، رجع لي فلوسي، هبطت لتونس وطلعت كيف كيف، ما رجعتيش لفلوسي ولا حتى شيء ولا مقابلهم. ولذا انا توا ليلى طرابلسي قلها قدمت بيكوني زوز نوازل، وانت في تونس برا تفضل قدم بيا النوازل اللي تحب عليهم انت، انا ما خافش منهم تونس، ما خافش من حتى تجبد في المخبل في كبه وتجبد وتجبد وتجبد. ملا كيفاه، ملا كيفاش باش تعطيني فلوسي هذيا؟ كيفاه تتمنك عليا وتتمنك على البروموتور وتتمنك على الناس الكل اللي عرضك؟ تكذب، مريضة تعمل أكبر مزية تداويها، مريضة أك هوية العيش. خويا سامحني، أنا معك أنت ما عندي حتى شيء، أنت بيتك ظهر فيك ما قدرتش عليها. أنا الله غالب الما أوبليجي. أي سبحان الله خير يا بنتي، من الكلام الصعيب يزي، من الكلام الصعيب لا تمشي وراء الشمس يا بنتي. راك مش ضحية، راك في الأمور هذه الكل اللي عايش أختي، راني مانيش أنا دخلتها بعضها، راني أنا عطيتك الثقة وأنتي معناتها غلطتني ياسر وغلطت راجلك وعملت اللي ما يتعملش، عملت اللي ما يتعملش. شنو معناتها تعمل 350 كمبيل وتمشي ما عادش تولي؟ الورقة هذه كتو ترجع لك، كل شيء يرجع لك. الراجل نعرفوه، الراجل تعهد لي قال لي تعطيني ورقة، هو الفئت كوفير، انت يعطيك ورقتك متاع 350 مليون اللي انت تعهدت عليهم. ما تخافش على روحك يا لله، ما تخافش على روحك يا لله. انا فلوسي ما خديتهمش، كيفاش ناخد فلوسي اه وانت ما تعمل حتى شيء للراجل؟ ما تعملوش تنازل، ما تعملوش حتى ورقة ما بينك وبينه يا رسول الله. كيفيه كيفاش ما يعطيني يقلي فلوسك محطوطين؟ نهارت لي انت جيب لي من عند المرأة اللي هي باسمها كل شيء، تعمل لي التنازل ولا تعمل لي اللي هي خدت فلوسها ولا تعمل لي كل شيء، انا وقتها نفض المشكلة من ونعطيك فلوسك بيان اونتوندو، نعطيهم لك وين تحب انت. كيفاش واحد يعطي فلوس وهو مازال مزبك مع امرأة أخرى في 215 ولا قديه، ومزبك في 350 مليون؟ سمعتين 350 مليون كيفاش؟ ايشيش هذايا يا بنتي؟ تخممش كان على روحك، خمم علي انا، خليه يرجعوا لي فلوسي، خمم بربي، خمم عليا مره بركة، خمم علي كيفاش باش يرجعوا لي فلوسي؟ هو انا سخالك باش في ساعه تمشي، وقت اللي كلمتك قلت لك برمشي وعمل لي التنازل، انا وقتها كنت باش نبعث لك المحامي، معناتها يعطيك اوراقك الكل وانت تعمل له التنازل وهو يعطيني فلوسي. ويا ناس ما كان باس، لكن انت ما مشيتش، انت ما تحبش تمشي الغادي، تبعث في الافوكاتيه وتعمل في جميع الخمس شهور قاعده غادي. مشيت لهم كان مرتين، مره باش تعرف ندير شنو ندير شنو، مره باش تعمل كمبيال وتروح وتمشي لشركه اخرى. راهي الذي غلطه لازمك انت تصلحها باش ترجع لك حقوقك الكل بحول الله، ما فما حتى مشكل. انا مش متاع مشاكل، والراجل على خاطري انا وعلى خاطر اخوتي ماهوش باش يعمل حتى مشكله، على خاطر هي وخاطر اخوتها. لكن انتي سنة نعملوا الورقه هذية باش يرجع لي فلوسي، ورحمه بابا واقسم بالله العلي العظيم لا خديت حتى فرانك من عنده حتى من لي ما خديتهم. كيفاش يعطيني الفلوس وانت تخلي له هكاك الماء يلعب على البطيخه؟ كيفاش؟ خليني يرجع لي انا فلوسي ونحي لك انت الكمبيال نتاعك. يشكي بيك على الكمبيال 350 مليون، اما اكثر 350 مليون ولا 215 يا بنيتي؟ خمم شويه على روحك وعلي انا.
علاش هكا شيحت لي ريتي انا ما ريتكش شيحت لي ريقي يعني بالميساجات هكا ما حبيتش تفهم وما حبيتش تطعم الوغ هي حاجه سهله ياسر 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 واحنا في ورقه من عندك انت امورنا الكل تتخلص يا بنتي يرحم والديك شوف الحل خير من اللي قاعده تشعب في الامور يا بنتي كنت غادي اخوتي ما مشيتش للشركه وجبت 52 مليون وعطيتهم لهم طوى انا من هنية انت باش تعملها باش يمشي واحد من اخوتي للشركه يعطيه الفلوس طوى علاش كنت جدد ماك تعرف القانون عام انت اللي عطيتهم وانت اللي تاخذهم وكيما عطيتهم كيما تاخذهم كان عطيتهم شيك باش يعطوا لك شيك باسمك كان عطيتهم اسبيش باش مدهولك في اسمك باسمك ليك انت كيفاش تقول لي تاو كيفاش تقول لي تاو يمشي واحد من اخوتك ياخذ الفلوس يجي منه هذا بيه زدت عنت يا انا هاني جايتك بكل السياسه عندي قديش من شهر وانا سايس وانت تتعنت وتصحح في راسك فهمت وانا كي قلت لك انا اسال محامي هوني ما تحبش محامي في تونس ما عندكش باش يوريك القانون راني ما نحبش نضرك يا توا هذوكم انا كي نهزهم انا توا للافوكا وتوا نقدم بك ناس اليوم توا اقسم بالله العظيم يوقفوك تمشي ديريكت الحبس اللطف عليك ما نرضالكش المزار برا اسال وبعدكش تكلمني بعدكش تتقبح وقول اللي تحب وقول اللي يظهر لك ما نطلبش الافوكات ونقول اللي تحبوا تبيضه ومال انت على يدك انت عطيتهم لك انت اللي بيضت له مال انا عطيتهم الراجل قدام الناس الكل وعطيتك اللي كنت كيف كيف وانت بعثتهم النزهه عندي شاهده انا اللي الاموال جاوا من عندك انت انت اللي تبيض في الاموال مانيش انا مبيض في الاموال انت تعدي فيهم بطريقتك لتونس فهمت باه انا تو باش نقف عليه على خاطر هي تو الجماعه اللي تبى اللي تبى فيهم ليلى وتبيض بهم تبيض بهم في الاموال شو تقول لهم كي تحك الركيب تقول لهم يا اخي انتم اللي تبيضوا في الاموال يعني فلوسي انا عطيتها لكم ليكم انتم وانتم اللي تهزوا وتجيبوا يعني هي ما عندها دخل يعني اسمها مش موجود ليلى فهمت يعني هما اللي يهزوا ويدخلوا ويخرجوا ويعملوا بفلوس نتاعهم هما حتى واحد ما يعرف اللي هي فلوس ليلى بن علي واضح اه هنا كبس ونزهه نزهه هذه نزهه هذا باسبورها ونزهة عندها باستا نو كعبورة والله كعبورة بيدها تو شبيك شبيك متغشة هذه هيك يخسر 1 2 3 4 5 25 في الأقل صعيب هذه نزهة عندها أجونس نتاع كراء سيارات في المطار في المطار وهذيك الكلها ليلى بن علي نزهة جوست من عام 86 كما تشوفوا ما تهجشت هذيك على الفورمة تاخذ نتاعها وتدخل وتخرج في الفلوس وجوها أحلى جو بارشا كراهب وبارشا ريق وبارشا دنيا واضح نكملوا نسمعوا أنت تعدي فيهم بطريقتك لتونس فهمت أنت تعدي فيهم بطريقتك في الأموال مانيش أنا مبيض في الأموال كتحبها تبيضة ومال أنا عندي الأموال اللي بعثتهم لك توا عن طريق البنوك وأموري سليمة وأموري واضحة وما تهبط من هون يا عزيزتي إلا ما صحح لي في الاوراق خلي الراجل في تونس يتمانو ويبيع برتمانو واضح فهمتوا انتم هنا يعني شفت هنا تقول لها انت تبيض في الاموال مش انا يعني راهي ليلى هي تبيض لكن قاعده تقول للعباد اللي تخدم معها قاعده تقول لهم راكم انتم تبيضوا في الاموال انا مانيش موجود نعاود بالله نزيد نعاود نفسر انا مانيش موجود كل شيء بس اميكم انتم يعني كي باش تحلوا راك مش تحلوا انتم انا نخرج منها كي الشعره من العجين وانت اصلا يعني حاصرتهم راهي رام يدخلوا يخرجوا كيف ما تحب هي اسمع فهمتني ونترتاحوا الناس الكل وانت كيف كيف الورقه نتاعك هذيك نتاع الكمبيله ب 345 مليون كيف كيف يقطعها ويا ناس ما كان باس تحب انت تتعند تحب تعمل بونتو مع الراجل وبونتو معينه وبونتو مع الاخ ما فهمتش انا شو اللي تحب اللي تحب زاد انت ما قلت لي اللي تحب اعمله انت كان ما تكلمش المؤلفك الافوكات خليت تكلمك وتوريك مدى خطوره الامر انا ما يهمنيش فيك انا نحكي لك قبل وانت تحكي لي ظهره انا راجلك يرحم والدين والدي مريت منه كل خير لا طردت ولا عملت له حتى شيء خرجت من الدار وما كلمنيش وما اتصلش بيا وما عبرنيش شنو باش نعمل جي مع مرته سي نورمال باش يجي مع مرته ها وزيد تقول للراجل تقول له سي راجلها هذه تحكي عليه هي 30 سنه يخدم معهم 30 سنه يخدم مع بن علي والطرابلسيه 30 سنه حتى كي هربوا نهار اللي هربوا في الطياره الوحيد مش من العائله الموجوده معهم
هو وزوز معينتين يعني منزليتين، زوز نقولوا نحن بونيشة في البلاد اللي يخدموا عضو من الفلبين، هما اللي مش من الفاميليا، وراجل با انتم ادخلوا تعرفوا على شكون قاعد نحكي، اللي هو رجل هذا رجل اللي تحكي عليه. تقولوا له ما يستنى حتى شيء، يبعث له الاوراق الكل اللي انا نسالك يا بنتي تقي مولاك، راك تهبط لتونس عندك مبيال يستنى فيك، احكي اللي تحب، شوف شكون اللي باش يصدقك. عندك مبيال 345 مليون يتصبهم للراجل خاطر فلت عليه 20,000 بيعها، يا ماك تعرف مصيرك. علاش حش قلت لك شوف الافوكا، انا نتكلم بالقانون اللي انت تجهله عايش بنتي، برمشي شوف افوكا هوني وافوكا غادي. اي كيسكو تو ريسك، انا مني جيتك بالقوه، انا جيتك بالسياسه، من 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 شوف مكالمتي من المره الاخرى قلت لك يا بنتي هيجا نلقاو حل، خلينا نفضوا الامور. اجا وانت متعنته في الغلط ومتعنته، فلوسي موزعه في الشركه هذه وفي الشركه هذه، واعطيني ما يثبت اللي انت حطيت لي 52,000 دينار في الشركه الاخرى، اعطيني ما يثبت، اعطيني ما يثبت. شركات ودنيا، ها تسمع بالضرب، شركات ودنيا وفلوس منا وفلوس منا وفلوس منا وليلة تسول والجول. شنية تبيض الأموال، أنا بيض في الأموال ولا أنت تبيض في الأموال؟ أنت تهبط على طريقتك، أنت تهبط على طريقتك وتعطي لودك وتعطي للراجل باش الراجل يهبط، وأنا أعطيتهم الراجل كونية 26,000 دينار مقدار، وهو هبطهم بطريقته راجلك، فهمت؟ هاي برا مشي بنيتي استشير لافوزكا ليزافوكا وكلمني بعد، راني ما نحبلكش لمضرارك، انت قاعده تلعب ياسر ياسر وتستهتر بالقانون وتستهتر بالعباد. برا مشي استشير وبعدكش كلمني، خليلي مساء. انت الفلوس من الفلوس ما خديتهمش، ما خليتنيش انا نفض اموري معاهم، ما حبيتش تفض امورك معاهم يا بنتي. انا قلت لك صح لهم الورقه وش حاجتك، صح لهم الورقه، بعد انت عديتهم الفلوس وانت عملت معاهم ال 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 الكونترا، انت عملت معاهم الكونترا باسمك الكونترا، يزمك انت تلغيه الكونترا باش نفض امورنا معاهم، باش انا نقول راهي فلوسي رجعت لي من عند المراه هذيا، فهمت؟ شيء واحد في بعضه كما السلسله واحلى في بعضها، ريت الفلوس اللي بعثتهم لك توا واحلين في الفلوس نتاع الراجل اللي هو انت صبيتهم له بالبنكه، فهمت؟ يعني هذوكم فلوسي انا، يعني يلزمهم ترجع لي لي انا. ما تهددنيش يا بنتي، انا قلت الحقيقه راهي هي مره، لكن انا قلتها، قلت للجنرال الحقيقه، قلت الحقيقه، قلت للاولاد الحقيقه، قلت لهم راهي تشري لي بوكمي، راهي عملت هكا وهكا وهكا، مانيش خايفه من حتى حد. وانت مشيت صبيتهم عند راجل، من بعدك ما عجبتك الشركه الاخرى مشيت لشركه اخرى، صبيت 52 في الشركه الاخرى، قلت لك اعطيني ما يثبت، زياده اللي انت صبيت حاجه في الشركه الاخرى، اعطيني ما يثبت، واسمع لافوكاتيش باش تحكي لك، اسمع. انا يا بنتي انا فلوسي صبيتهم لك هوني، انا نشكي بيك هوني. فهمت؟ وانت تشكي باليونسي غادي. سعوديه وسلسله سلسله محركه، اجوا نفضوها وحدنا الاميابل، ما تحبش. الاميابل كيفيه؟ بالافوكا، هاك ما تفهمش، عمل لي افوكا. قبل ما نعاودوها 52 تقصد 52 مليون، يعني 52 مليون كي تحكي ب 340 مليون 215 مليون 52 مليون 26 مليارات، يعني مليارات مليارات، هذه بطبيعه الحال ما يهبطوش برشا فلوس مع بعضها هكاك، 52 منا 215 منا 315 منا 340 منا، يشريوا براسات منا، يعملوا جونس نتاع 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 كرا نتاع كراء سيارات الى اخره الى اخره. خلينا نعاودوا نسمعوا هذه، خاطر ذكرت فيها اليونسي نتاع الكلوب اللي هو معاهم في البيعه. انا يا بنتي انا فلوسي صبيتهم لك هوني، انا نشكي بيك هوني، فهمت؟ وانت تشكي باليونسي غادي، وسلسله سلسله متحركه، اجوا نفضوها وحدنا الاميابل، ما تحبش. الاميابل كيفيه؟ بالافوكا، هاك ما تفهمش، عمل لي افوكا يا بنتي يحكي معايا، عندكش افوكا يحكي معاه مدام، عندكش افوكا، خلينا نحن نفضوها بالافوكا، هما يفهموا. تقولي نفهم، ما تفهم حد شيء يا بنتي من القانون، متعنطه ما تفهم شيء من القانون، لا بتاع هنا ولا بتاع غادي. انا قبل ما نكلمك استرشدت افوكا هنا وافوكا غادي، تحب لي نمشي نشكي هنا نمشي نشكي هنا، خاطر اموري انا هنا اللي صبت الفلوس هنا، صحح لي ورقه قول لي راني انا خديت الفلوس اللي عند الراجل، ونقول لك انا بعدك شراني انا خذيتهم
برا مشي يا بنتي شوف افوكا هنا وافوكا غادي يرحم والديك استشاره. قول له بربي راني عطيت فلوس والمراه طالبتني بفلوسي هنا في السعوديه. اي انا شنو اللي كاسكو جو ريسك؟ وفي تونس عندكش افوكا؟ قول لاختك تكلف افوكا ولا انت يعمل توكيل صغير لافوكا وبرا مشي يفض امورنا. خلينا نفض امورنا يا بنتي، لا اوراق وفلوس هذوما مانيش باش نسلم فيهم انا راهو كيكا. وما تنجمش تهبط مش في تونس هوني، ما تنجمش تهبط هنا توا نمشي نقدم بكنيسه ورس وخايتي لا تنجم تهبط هنا الراب الماو الماو العرش والعشره والدنيا الكل متاع راجلك. عمري ما نعمل بيه نعمل له حاجه خايبه، اما كانت لزني جو في لو فير، كانت لزني جو في لو فير. عندك ثلاثه اوراق تصححها، ورقتك متاع الكمبيال، ورقه متاع 52 مليون في الشركه الاخرى، والورقه متاع الكمبيال متاع متاع فلوسي انا اللي هما رجعوا لي ليا انا، يرجعوا لي ليا انا. لافوكا باش تاخذهم انا عملت لها توكيل لافوكات نتاعي. اسمح تسمحش باش تقول لك ولا عندكش افوكا خلينا نحكيو معاه. عاد انت ماكش حابه تفهم، دخلتها زعكاوي ماكش حابه تفهم يا بنتي. تكلم فيا باللي سنتيمون سنتيمون وفلوس، فما امك يفضلها لك وخليها عند راسك، وفما فلوس تاع البيت يلزمهم ترجع لهم، وراك يلزمك تصححهم. ماك هبطت لتونس ما عملت شيء باش نخليك تعاود تهبط لتونس وما تعمل لي شيء؟ لا حبيبتي سامحني، ما تهبط لتونس مقصود امورك الكل هاني نكلم فيه. برا اسال عليها دين شكوني، برا اسال عليها. فهمت؟ مانيش نعمل في حتى حاجه غالطه، راني مكوفيت بالقانون هوني وفي تونس. ما ظلمتكش زاد انا، عطيتك فلوسي وانت ما نجمنيش نوصلوا، ما نجمش نقول لك حاجه اخرى، فهمت؟ خاطر انا عطيتك فلوسي وانت ما كملتش مأموريتك، ما كملتش مأموريتك يا خويا، هيا نتراجع بالتوالي. شنو دخلت بعدك؟ انا دخلت في الخط والراجل حكى لي كل شيء، تحب نخليك تلعب انت طول عمرك كيما تلعبت بالزيت وتقول لي فما الزيت؟ تتملك عليا باش شنو هذا؟ في كل شيء في بالي بيه، اي كل شيء في بالي بيه. وفي بالي بيك زادا كي هبطت لتونس ماشي تتخلع وماشي في البحورات وماشي تكري في الديار. فهمت؟ كل شيء في بالي بي، كل شيء نعرفه، والادريس نعرفهم زاد انا عندي عليك كل شيء. خليني رايده بنتي، خليني رايده، ما تجيش تبربشني. عطيتك فلوسي في البنوك بخلاف اللي انت هبطتهم وتبيض بيهم في الاموال، بخلاف اللي انت هبطتهم، انا مديتهم لراجلك وهبطتهم عن طريقته، ومديتهم لك اللي كنت هبطتهم عن طريقتك. فهمت؟ نجم هذوكم تقول لي هذوكم ما عطيتهم ليش مثلا؟ مش مشكل. انا ما حطيتهم لكش اللي انت بايظ بيهم الاموال وهبطتهم على طريقتك، ما عندك راجل يهبط لك. انا نحب نعرف تو 52 مليون اللي صابتهم في الشركه الاخرى، اعطيني ما يثبت. واو وكلم افوكا بتاعي، راك باش تندم راك. خاطر هما قالوا لي راه حكايتك نفضها بالاميابل وكل اللي راهو في العشره متاع راجلك، فهمتني؟ ما كانش هكا فما القانون. وانا مانيش باش نقعد نستنى على الخميس القانون. انا باش نمشي غدوه اذا كان انت توا ما تكلمش الافوكات وما تشوف افوكا يفهم في الامور الكل، ما تقوليش انا في السليم، انت في السليم ماكش في السليم، انت مبقبقه توا. فض امورك وانا نحب نعاونك باش نفض امورنا الناس الكل وتهبط لميمتك ويا ناس ما كان باس. ما فهمش تفضيض، ماكش باش تفض الامور وماكش باش تصحح في الاوراق وماكش باش تخرج منها انت سلامات وانا سلامات. راك ماكش هابطت لها تونس باش نقدم بك ناس وناخذ فلوسي هنا 230 ألف ريال سعودي ناخذهم هوني، ما تهبط من هوني لما ناخذهم. أنا نكلم فيك عايش أختي، أنا ياسر سيستك ياسر ياسر ياسر. وتو ما عادش نحب نتنرفز وحتى شيء، خاطر أنت ما تحبش تفهم بالتي هي أحسن. قلت تكلم الأفوكات؟ لا. أعطينا أفوكا نتكلموا معاه؟ لا. برا استشير أفوكا؟ لا. تعمل في اللي قال لك مخك، ومخك راهو ما يعرف حتى شيء، جاهلة في القانون. يا أخي أنت أفوكات هي باش تفهمها؟ جاهلة في القانون. كان جيت تفهم في القانون ما تقوليش برا مشي اعمل اللي تحب. هكا هو برا مشي افهم يا بنتي افهم، راني هاني من انذر فقد اعذر، هاني عاودت فسرت لك. برا مشي اسال اللي زافوكا هوني وغادي قبل ما نبدا نتصرف. اوكي؟ ما نتهددش انا باش تقول لي نمشي للسفاره، بيان سور نمشي للسفاره. تحب تقابلني انا؟ باش نقعدوا ندخل في المتاهات وهذا كله كلام زايد. انا عطيتك فلوس ترجعهم لي، انا عملت تفويض لافوكات باش انت تحكي مع لافوكات نتاعي وترجعهم لها في الكونت. بيان سور في الكونت نتاعها، ما يرجعولكش في الكونت نتاعك. يلزم البورتبال جبته انت واليونسي جبته انت والناس الكل جبتهم انت. توا انا نحب نفض اموري، نحب فلوسي كهو. انا
شنو اللي سي تري فاسيل القانون اللي تغو فاسيل القانون تكلم المراه مراه سيسه ومراه تهب الافوكات تفسر لك وتقول لك شما اليك وما عليك ما تحبش ما تحبش ودخل فيا من باب تخرج فيا من خوخه مو نعطيتك فلوس وانت جبتهم البرتمانات دخلت لي ما بين الجلد والعظم وانت جبت الناس الكل ها انت دور نفضوا الامور مع بعض وسي تري فاسيل عطيتك فلوس ترجعهم لي مهما اي طريقه ترجع لي فلوسي فليساتي الكل هكا هاو هذيك اش طالبه منك هكا ما تحبش تكلم لافوكات عندي ما نعمل لك ما عندك ما تخسر انت اسمح برا اسمح شوف اش باش تقول له ولقاو حل مع بعضكم انا ريت علاش ما نحبش نحكي معك نتعب نتعب انا نحكي لك قبل وانت تحكي لي ظهر انا نحكي لك هكا وانت تقول لي الراجل اسكرو به وعلي شامني فيه انا نعرفه ما كنت جبته انت اللي جبته وتوا باش نسمعوا من الخدمه نتاعها معناتها اللي بايلون في الاموال لكن عن جهاله عن قصد مش عن قصد المهم هو ليلى صحيبي بن علي وبن علي والعالم يعني يقولوا لهم اعملوا يعملوا مساكن باه بطبيعه الحال يخلصوهم نتصور ياخذوا حتى ياخذوا شهريتهم حتى معناتها قانونيا فالله اعلم يا خويا يعني ساكت انا باش نسمعوا توا الطرف الاخر واحد يقول لك البرتمان مسجل في القباضه والبلديه راه مسجل باسمي جوست نمشي للدفتر العقاري ونخرج باسمي هاوكا عاملين ليغاليزاسيون في البلديه ما تعمل ما يتمشي للقباض هالمحامي ما فهمتش الذكاء نتاعها فين كان ولا هي بيان سور نتاعها سي نورمال باش تكون معاهم في التحايل تحب تحل بولك تحل ويثبت لليونس اللي كانوا مع خواتك قبل وقوبا كيفيف عنده قضايا مع خوك مراد الله يرحمه ولا حي ولا والله ما نعرف ربي فضله ولا ما نعرفش عليه باهي يثبت دونك شكون باش يثبت انت ولا انا باش انا لهنا بيان سور من حقي كله حقي ما عادش حاجتي بحد شيء كان جيتني بسيفه وجيتني عملنا قيو قلت لي اميره اللي في وقتها صححت لك انت قاعده ام انت ليه مشيت لي بطرق اخرى كان كلمت راجل يمكن هو بيغ ديكا رغم اللي ما يزيد شيء على الجنرال هو نفس المنطق نتاعو اما راك على القليله ما يسالش الناس كي تتقابل وتعمل تاخذ بخاطر العبد ما يسالش تهديني قال لي اسمع عمال تو صحح لي هاي عشقتي كي انت مدينتهم لي انا شخصيا الفلوس ما علاش تكلم فيا انت تبعت لي في العباد وتبعت لي في الناس وكل شيء مدينتهم لي انا شخصيا مدينتهم لي انا شخصيا انا عندي ما يثبت الديار توا بركه ميساجاتك اللي تبعت لي فيهم وتقول لي امشي للشركه واعمل اللي انا شايف منها اللي انت نتاع الديار في المحكمه حتى شيء ما عندي ما نخاف منه انت اثبت منين جبتهم بدل الفلوس كيف كيف وشنية وما تفهمت فما راهي كاملة محلولة مش هكا قال لك سي با سارة مش جيت كلها سايين قولوا لها تفضل هي بدي لازم تثبت وعلاش لازم سبب عندها قوي وعلاش المبالغ هذيك بالذات وعلاش المنطقة هذوكم بالذات إلا ما عندها سبب مال قوي كيف كيف أنت بديت هالحرب مانيش أنا أنت بديتها وتدخل في العباد وتدخل لي في نزهة نزهة تدخل فيها كيف أنت فك عليك اسمع مني عايشك فك عليك ما ترد بالك تبربش عبد رد الفعل نتاعي أنا من تصرفاتك أنت سهلة الحكاية ما كانت فما حد شيء درجين الناس كنت تفضل بينات فيها حد شيء برا هكا عندك شكون يجي قبلك في المطار برا انت وهي خذيتهم الفلوس حطيتهم باسمي والله صح تنقولوا هذا هو تصرف انت ليه بس هكاك اليونسي ومتاع سيدي بوزيدك القعرة ذاك البوجادي فهمت اللي هما يعمروا فيك علي انا وانت بينصر تتعمر في سنة اليونسي بتحكي علي ولا قوب عزوز مع اخواتك مش معين دونك انا ما نعرفهمش الناس هذوم ما نعرفهمش وقت اللي بطل تونس اكتشفتهم وللأسف أنا زاد بلادي وهنا يعطيهم الصحة زوز يكافحوا في الفساد بأنواع الكل تفضل تفضل بي أنا شخصيا روى أنا كشخص ما هبطش هاني هبطلك ما هاني قاتلك لهنا باهي نجيت خالفة راني مشيت حتى القنصلية وسافرت من القنصلية سافرت على روح نمشي للجوازات نقول ما بوتاول كثير علاش ما خلانيش نخرج وراني خرجت عمينا ليه نعملهاش إني توا فما ناس لازم تتحاسب ربي سبحانه يكون حاطط ستر ويجي في لحظة يهز ستر على العبد انت عملت روحك نفس الناس هذيك لا خزرت ولا خزرت لامي مراه كبيره مريضه ولا خزرت البسمه اللي قداش من مره تقول لها حاجه تقول لك تفضل وتعملها لك على عينها ما خزرت حتى بشر في لحظه ولات شيطان راجل برا عاقب الناس اللي عملت فيك ما عملت فيك تحكي علي انا ما عندك ما تربح مني حتى شيء عندي كل شيء اثباتاتي والحمد لله بيان سور باش ندافع على روحي ما نعملش محامي ندافع وحدي على روحي عليه نعم ما نفهمش عاد في القانون وتتبقر علي نهار كل انت ونزهه ما عندها ما تعمل شكون باش يسمعها لا يسمعني الف واحد ألف واحد يستنى وقسم بالله في لحظة باش نتكلم برك كونتاكتي تم التوزوز مازلت ما علنتش على المحامي انت نشوفه وتفضل اللي عنده حق ياخذه يا اخي انت بورتمان مكتوب في البلدية مكتوب في القبضة جيت تقول اعمل تنازل اعمل اصل دين البودريقة علاش نعملها في اصل دين عليه الثاني نعرف انا بودريقة هي دي المرأة اللي ديجا هي عندها اشكال
قانوني. كيفاش تحبني انا باش تحط جيب لي في عبيد نمطقتك وا جيب لي عبد عليه القيمه، جيب عبد عليه القيمه، الناس تفهمك وتفهمني. حتى كتقول له راني علاش داوين داوين كيفاش داينتني عن طريق البنك، فين الفلوس عن طريق البنك؟ بيك سخين تونس بهيل الرا يا حاسرك خليتهم انت خاطر انت وقت رئيسه تحكم فيه. اما توا لا الناس كل كل شيء ولا بالكم كل شيء، وميساج تمقر كلامي وضحكوا عليا وقردوني ميساج كي غيغالو درني. شفت اللي تضحكوا عليا تو تشوفوا شو يعمل يضحك عليه. وهذا الكل والحمد لله. انا اللي حكيت على الديار ولا حكيت على ناس كيفاش عايشين في دياركم ولا يهمني فيكم، لا شكون عرس لا شكون طلق لا شكون ملك لا شكون ماك لا شكون حي، ما يهمنيش فيكم. هذيك ما ندخلش فيها، اني انا انسانه عندي كرامه وعندي مبادئ ما ندخلش فيهم. دخلت عليه حرب من الصيف لتوا الراجل عملت فيه ما عملت، انا حياه كامل ولدت قاعد بطل قاعد في الدار. الناس الكل انا ما عادش باش نسكت ولا لحظه على الناس الكل باش نتكلم القديم وجديد. تقولي مش نزهق اذا في سا اختك خذات واللي خذاتهم صورتهم اللي خذات ما يتعرف لي، بس اختي قاعده في الطاوله اختي مدتهم لي بيان سور الحمد لله ديما تقول لي خذ احتياط مدتهم لي هي مسكينه عليه المرات باش مجبره باش مرمت. ها وكنتي تعرفها مش انا كوبا واليونسي وكل جاب ربي من 2007 نسمع بتتها وكش تحيل وش عمل في العبيك ومشاركة متاع جماعتك انتي مش جماعتي انا. شفتهم هذوكم ولا لا؟ شوفوا ماذا كحاتي عطوني جبت لك اليونسي كيف كيف اللي انتم ما كنتوا على علاقة بي مش انا نعرفوش انا. مانيش باش نعلق على خطر بدون تعليق. باش نعلق اصحابي باش نعلق بدون تعليق وتوا باش نسمعوا الحوار صار بيني وبين السيدة هذية مني لها والمرأة هذية 30 سنة معهم 30 سنة مع الطرابلسية وبن علي وفي القصر وفي تونس وفي السعودية وبارتو. نسمع بعضنا توا الخنار لازرك باش نخليكم تتمتعوا الحصيله ورقدوا كالعادة وبروا صفقوا غدوان صفقوا كادوريم والآخر اسمه مقرونة ذاك وقوشون درشنو غدوة أرجع للطحين. أسمعوا أسمعوا على الأقل أنا أني باش نوصل وانتوما اسمعوا بعضنا. اللي باش نحكي لك عليه أنا تونس باش يقلبها لأنه أنا عندي كل شيء وسفير معايا عنده جماعتي وإحنا في البحث في كل شيء. السيدة ذايا ليلى طرابلسي تبيض بيه في الأموال طيب بالواحد رب الأدلة مش لعبة ويحبوا يعملوا انقلاب. شفتوا الانترفيو الأخراني مع هادي زعيمة ايه البنايه نسرين سلمون باش تبيض له شويه الصوره نتاعو فقط. ايه في بيري في بيري ماني عملت انا فيديو ماني قلت عاد في بيري باه فاز هذيك هي علاش طلقته. احنا شفتهم الترابلسيه احنا معاهم عندنا 30 سنه انا وراجلي وولادي. انا كنت نخدم سكرتير دو ديراكسيون راجلي كان مدير معاهم في الرئاسه. راجلي الوحيد اللي سفر معاهم في الطياره وقت اللي جاو هنا غربي تاهي. شكون راجلي بالله سامحني راجلي اها اها ديجا في هكا جريده اي 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 نو 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 صباح 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 سي 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 السيد هذايا جينا معاهم هنا قعدت انا نخدم على روحي كموظفه اداريه عاتيني وراجل يخدم مع الرئيس كمستشار نتاعو الداخليه حطته مع الرئيس يخدم مع يخدم مع بن علي نقولوا بن علي ايه رماي فما ولد برشا رؤساء هذاك عليه لا لا كان مع بن علي 30 سنه معناتها ملي في بالي 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 ما عليناش كي جا هنا يطلع في الطياره طلع معها سيفغي ونفس السيناريو اللي تحكي هذاك قعد راجلي قعد هنا في السعوديه 3 اشهر بعدها بطلنا تونس يعني انت كي هرب بن علي راجلك معاه في الطياره برافو عليك راجلي معاه في الطياره نعطيك لابريس نهار شنو تعملت تكتبت القضيه كلها تقراها اوكي اوكي جات في الامريك كتبها في لابريس وكتبها مع شكون اخر فهمت جورناليست دو باج عملوا عليه صحيح قعد راجلي 3 موا لهنا في السعوديه من بعد هبط كهبط قالوا بن علي ترجع معايا ونعطيك سوم باهي وتقعد مستشار وقت نايف الله يرحمه وزير داخليه قال له ارجع وانت الوحيد اللي عندنا فيك ثقه باش لا قدر الله ما يتسلمش مع حد شيء ما عليناش هبط راجلي كي قعد عملوا له رئاسه فان دو ديتاشمون رجعوه للوزاره السياحه بيان سور ما عادش فما لا شهريه لا حد شيء لا فما خدمه اقعد في الدار تون عيطو قعدت 3 موا وعاود رجع للسعوديه رجع للمستشار نتاع بن علي في السعوديه هو وياها في السعوديه بيان سور هنايا مستشار اوراق امورنا واضحه خلطت عليه هنا بعد عام عملت كونجي سون سولد من الخدمه نتاعي وخلطت عليه انا واولادي فهمت زوز اولاد وخلطنا بهم الحمد لله جاتي كل شيء امتيازاتنا كل هنا كل شيء قبل ما يموت الرئيس كي جاي لازرق هو يعيط له لازرق هكا باهي هو ما حكاش مع بن علي اكثر من 4 دقائق يكذب في اللي يحكي فيه كله كذب في كذب لازرق لانه اي
لانه راجلي من الناس اللي حتى سمحني في الكلمه حتى حوايجه ما بدلهم له كان هو الرئيس ما عنده حتى ثقه. الرئيس بن علي الراجل عيط له يا ولدي راجلي كيقول لي يقول له قول يا بابا خاطر تلمو لي مذكرات نتاع الرئيس عندنا احنا اكثر منها هي ليلى طرابلسي اكثر منها انه هو حب يطلقها جاتو بيريود حب يطلق وقعها باش تسرقوا باش تسرقوا فهمت حب يطلق جاب لله نسرين عرفته في دبي الازرق هذايا ماهي شكون الازرق بالله شكون الازرق الرئيس على كدوري ما عيط له الازرق اها يعني بن علي بن علي على كريم الغربي عيط له اللي هو كدوري ما عيط له الازرق وقابلوش قابلو مره مده 4 دقائق يكذب كي قال لك وصاني وكله كذب فيلم ما قفي بقى في خطوبه في خطوبه نسرين وك حكيت موافسية هذيك سي مصور وجا شفتوا في خطوبه نسرين هو وقتها مريض جست قعدوه بالسيف مسكين لا يراك التصوير هذيك اللي ضحك فقط وعاود رجع لبيته ديجا كان راجل يقف من غاديك قالوا رجعني بيت وانت حاضر بدي رافض بيان سور رافض الزواج هذا لله ليلى خدمه ليل ونهار بون انت جاب عطيت تصور شفتهم ما تصور خاصه برشا هذيك حتى واحد ما عنده منهم تصور حتى حد ما عندك بعث لك بعض شفت نتاع الباسبور التجاري اللي هو عنده فيزا تجاريه ولا لا لا عمره جاب طياره للسعوديه ولا عمره تخلى يمشي ويجيب تاكسي اقسم لك بالله بس في بيني في بيني نعرف انا تعرف انا على فكره توا باش تكمل هي تحكي وانا باش نبدا نعدي في تصور بصراحه مش باش نحط برس باش نحط تصويره ايزي هذيك هذه اللي حطيتها بوبليكيتها الاخرين صايب عليه وباش نحط شويه باسبوراتهم شويه اوراق شويه حكيت بطبيعه الحال باش نخبي النومرو يتخبى الاسم يتخبى كل شيء باش نحترموا قانون الخصوصيه وقانون القانون اليوتيوب وقانون الصحافه الصحافه وقانون التلفز وقانون القوانين الكل باش نحترموها باش نكون واضحين يعني كي باش نعديوا حاجه راهو ما فيها حتى تجاوزات قانونيه انا تو بسده هي تتكلم وانا باش نبدا نحط في دنيتهم وكارتهم وعالمهم والبطاقه تعريف نتاع ليلى هي خاطر هي جنسيه ايرلنديه والاخرين الجنسيه انجليزيه وجنسيه تو تشوفوا العرض على عينيكم وراهو هذه كل تعاملت بقوه فلوس فما واحد اسمه جوزيف فرنساوي هو اللي قد لهم اغلبيه الاوراق وحتى هذه مرفوعه راهي القضيه وجا عندها برشا القضيه هذه 3 سنين هكاك حاصلوا كملوا نسمعوها باش تبدا هي تحكي ونحن باش نبداو نشوفوا سي سي في بالي في بالي الفيلم اللي عملوه سيناريو هذاك هو اللي جاب لهم الوكال هو اللي جاب لهم الوكالة نتاع نسرين وتعرف عليه جابوا ولا لا؟ نعم جابوا على خاطر انا تو ماني تقدمت بقضية بليلى طرابلسي تو نحكي لك من بعد عليه الموضوع هذاك هما ولاو خايفين فهمت جابوه هذاك باش يوري اللي هما بونيتا نسرين علاش طلقت بون ما عليناش نسبكش قعد بوها مشى للوبيتال ولا هو يمشي ويجي على السعودية عرس بها وماخذ بيت خنار الكل الكادوات الملاك اللي قال عليهم كل مضروبين هذوك فما حتى منقلة كل ايميتاسيون البرومييي شوا سي سي في بالي ب 300 دولار 400 دولار تاخذهم هذوكم 300 دولار ماكسيموم فوالا تعرف فوالا تعرف نسرين راقده والوقت هذاك وقت اللي نقزت لها الكارته هز الكارته نتاعها بونكير ومشات رشوا شرابك بدات شعلت فاتيل الواحد قبل 40 تعبوا سي تجي نوتيفيك على التليفون اللي هو اللي واحد شري اللي واحد خلص بالكارته نتاعك قالت لها يا اخي انت مسيت لي كارتي قالت لهم علاش شكون مس لي كارتي شكون ولاش شاكين في الخدامه شكون مس الكارته فهمت لالا نسرين ماك تعرف هذا دروغي تعرف انت عبدك دروغي كيفاش شددت وعطات وتريحة تنباش القبور الثالث انت عبوها كتفت له ديال تالي وعطات وتريحة قالت له خاطرك كذاب وخاطرك بلعوت وما عندك حتى شيء يعني نسرين بن علي عطات تريحة الكريم كدورين كيستعمل لها كارتة نتاعها قالت علي بوجود سليم شيبوب بوجود خويتها نتاع تونس فهمت قالت له وجهك لهنا في القصر ما عادش نحب نراه انا قصر الساعة ليلى ليلى شاده فيه القصر نتاع جده هم يسكنوا في قصر غادي اسمعني بدي نحكي معاك حسبني ما نعرف حد شيء وفي بالي بحد شيء هم في جده يسكنوا في قصر يعني يسكنوا في قصر وقت الداخليه كانت لهم قصر ساكنين فيه وقت اللي مات الرئيس الله يرحمه فهمت جاء هو ولا يحب يهز النعش ولا يحب يصور تعاركوا الساعة كيفاش القبر يصور فيه وتعارك مع سليم شيبوب وعده ولا ربحه البونيه في الاستذكار خاطر احنا كار هزتنا البقية شد سيك البقية بدا يصور قالوا له هما بناته درصاف وش اسمها وبنته هذيك الطبيبة والأخرى
وسيري قالوا له ممنوع عليك باش تصور، ما تصورناش، ما تصورش قبر نتاع بابا. اي يجيو الجنازه بنات نتاع من مرته الاولانيه. يعني مش معاكم غادي نتاع حليمه برشا. احنا كتبنا في الكار الكبيره اللي هبطتنا، هبطنا من الطياره النعش، هزتو الامبيلونس، واحنا الكار اللي ركبنا فيها ديجا قدامي كادوريم ونسري، نسري الدور هو شدت فيها، وهي وقتها سي لا ديسيدي طلاق، هو شاد تكبش فيها كيكل، عرفتك الجرزك اللي بدا لاصقه هكاك. يا اخي هما انا حسب ما في بالي، حسب ما في بالي يعني العرس اللي عرسوه ما فماش عرس، يعني ما عرس هكاك، يعني ما فماش عرس. يعني انا في بالي عمره اصلا، عمره اصلا ما 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 قعد هو في دار واحده، يعني مسكنين رواحهم اصلا عمرها ما صار. يا اخي فما عرس امه ما تجيش، واخته ما تجيش، امه وحده جاي. امه لا، امه لا اخته، بس انت تعرف انا قريت عليها. سي سي امه هو اصلا بار كل شيء، ماني طلعت انا الخنار، هو راه تو بعث لي بارشا فلوس، راني بعث لي بارشا فلوس. وعلى سيد باش نسكت ولا ما حل، مش حتى فلوس ماما يخلصوا عليه، وما نسكتش انا، ما قلت له، انا قلت له راك ما تشرينيش بالفلوس، قال لي ما تشريش الفلوس، تشريه برشا فلوس. قلت له والله مال الدنيا لا تشريني. يا ولدي عايش عند، عايش في الشقق المفروشه تكريها نسرين في دبي، وحليمه عايش عايش كيبسان. ماما ميا هي كيف هو اخا نكمل كملي 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 كان مشكلته فيه. راجلي ديما اللي كان، حتى كان رئيس الله يرحمه حي، ديما بنات يحبوه برشا نسرين وحليمه ولوليل اكثر من امهم. والرئيس كان يحبه برشا، ومعناتها الانسان كونفيدونسيال بعد ربي سبحانه، عنده حسيل ورئيس، راجل يقول له للرئيس، سيد الرئيس يقول له الرئيس بيدو بن علي، يقول له يا بابا الغالي اكثر تلمولي، هو يقول له يا كمال راه هذايا ما وجهه، ما وجه خير راهي لاصقه فيه، والاخرى حشك على ليلى هي تحب تلصقوا لها راه راه يقول له انا بعد عمري كل شيء باش نحط يدي في يد واحد مش ما فهمت. دونك راجل قاعده كل انسان ذو مبادئ قاعده ديما بعيد عليه، ديما يهبط الراجل سبيسيال ما باش يحكي معاه، يحب يجبدوا لي، وراجل مسكر عليه اللعب كومبليتوم. يا ولدي يمشي يترينا، واللي تخلص له في الوحده نتاع لونترينمون ليلى هي تخلص. شفت ليلى عندي حكايه صارت بينها وبين كريم، تحب على القصر نتاع سيدي ظريف، تحبوا ياخذوا باي طريقه، ما نعرفش علاش. برافو عليك، هاني جيت كلامك صحيح. سي سي عندي، عندي الوراق، عندي كل شيء، عندي كل شيء. برافو عليك، ما شاء الله عليك. سي سي ما شاء الله عليك. ركبت لها في مخها لي هذاك اللي تنجم تنظفه، على خاطر عندها صاحبتها تعرف نبيل القري، قالت لها علاش ما يعملش كي نبيل القري واللي يوزع في المساعدات وكل شيء. لله ليلى ركبت لها الحكايه، فيسك الفلوس اللي تهزت من تونس كلها ما زالت موجوده عندهم، كله فيلم، الفلوس كلها عندهم، هزوا فلوسهم الكل، هزت الذهب نتاع البنك سنترال الكل. هزوا تطلع وتخبى ما في باله من الايامات، اللي قلت له راهو الفلوس تاع تونس الكل ما زالت لهنا، ذهب البيات ما زال هنا. يا سيدي طلعتها له في مخه، بدا يحضر في روحه هو يخدم في البرنامج هذاك. جات ليلى نسرين كفرت تونسات شهاده، قالت لك نطلقوا هذا واحد بلعوت وكذاب وما نعرفش شنو، ينحي لي في فلوسي ويسرق لي. بعد ما عطاته التريحه ما روح سليم شيبوب، ما قالوا تمشيو تطلقوا الزوز بالتراضي قبل ما يرجع لتونس. رجعوا لدبي وعملوا زواج بالتراضي، قالت ولا نضحك، عملوا طلاق بالتراضي، تسكت ولا نضحك بالتراضي، طلاق بالتراضي. ليلى نسرين مهددته بالتراضي، هو في هي تحب تطلق وما حبش، قتل ولا نفس حد راني، يا تريث يا نفس حد تمسحوا. لا عنده طيارة، تعرف شنو هو، يدخل معها سالون دونور وقت اللي راجل ديجا السعوديين ما يحبوش ساعات يدخلوا، يعيطوا له الدربكاتي عندهم هما حرام، واحد مش جنازة ما خلاوش يهز الصندوق، نعرف قالوا له انت مش محرام باش تدخل الجامعة وانت مش الازرق. هو خدمة ليلى الطرابلسي، هو خدمته ليلى الطرابلسي، ليلى الطرابلسي ركزت معاه باهي. شنو باش نحكي، طلقه بالتراضي. بشوي لحظه لو شفت ولا جماعه في التلفزه راهو فما برشا حاجات. ما حكيتش على كادوري، ما انا راه انا حكيت عليه جوست باساج، انا حكيت على المشكله تاع تبييض الاموال وكيفاش هي حابه تعمل لي تبييض. اي ولدي قضيه كبيره برشا سي فوالا، خاطر هما حتى شفت تعرف شكون معاها، معاها اليونسي نتاع الكره هذاك نتاع كلوب افريكا، ومعاها مراقب شكون نتاع الكره، راني لا علاقه بالكوره، شكون اللي معاها اليونسي كلوب افريكا، اليونسي والله لا والله لا علاقه بالكوره، معاها ليلى بن علي، مشدود توا في قضاء مع ليلى بن علي، ومعاهم كادريم، ومعاهم مراد قوبعه، ومعاهم واحد من اسمه حمد نتاع سيدي بوزيد. وعندهم جماعه في فرنسا اللي بعثوا لهم الباسبورات، انا بعث لك الباسبورات كوبي، عنده باسبورات امريكان، عندهم فرنسيس باسبورات، وعنده ايرلندي، عنده ثلاثه جنسيات هي وبناتها ثلاثه. باهي سي كادريم، شيطانه الوحيد هو راجلي،
لانه راجلي كل ما تجيه تقول له اجا ناخذ راجلي مستشار اجا نعمل كل حاجه يقولها لا يعني... حتى تعمل لي اقامه قالها لا. من رمضان اللي فات طلع ذهب نتاع البيات هنا تباع في السعوديه 4 مليار ماما مية ذهب نتاع بيات 4 مليار نحكيو دولار في بالهم بيه اي 4 مليار دولار طلعوه لها خواتها عند سمير اختها كان الذهب مخبي طلعته لها هذه نزهه بودريكه معهم واحد ديواني اها تعرفوش الديواني بالله قلت لك انا حتى من الرئاسه طلبوني راه لا صدقني ما نعرفوش اما هي الطفله نعرفها خاطر هي بيدها ماخذه واحده نظيفه كما نقولوا احنا حاله بها لوكاسيون دو فواتور تجيها الجدة عامله زعما على اساس شركه جدة تجي في الشهر بركه توصل 6-7 مرات حسبي وهي فهمت وسيكا دوريم المهمه نتاعو تبييض الاموال يدخل الاموال قاعد يدخل فيهم تبع في مونطون كبار عن طريقه هو كي يدخل بيان سور عملك البهرجة هذيك ما يفيق به حتى حد اليونسي ولجماعته الكل عنده في سيدي بوزيد عنده في سيدي بوزيد عنده في القصرين جماعة وعنده جماعة نتاع تونس في مون بليزير والكل باش يقلبوا النظام ويعطيوا الكادوري بل انت شنو تخيل قلت لك راه برنامج كبير برشا ما عندكش فكرة باش يقلب تونس يعني هو يدخل كادوري يدخل ويخرج بفلوس على تونس كيف ما يحب يعني حسب ما فهمت برافو عليك شنو قلت لك انا بالدليل نعطيته مش هكاك وشنو منفعته في شنو ما شنو منفعته في باش يشد هو يخدموا فيه للرئاسه باش هي سايب لها خواتها ويرجعها هي لخسر سيدي ظريف فوالا ايش كذب سي 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 انسان انسان صدقني 100 فرنك ما عندوش يقعد يستنى الكوجينه اللي نطلع له دجاجه ياكل دجاجه واحده في النهار دجاجه ياكلها في الفطور ودجاجه في العشاء ليلى ترابلسي هي تخلص له باش يعمل لك الوحده نتاع هذيك نتاع البدن ما نسميهاش بس البروتين البروتين سيركيلاسيون ليش نو البروتين والسيسي كان هبط فوالا يجي من تقص له نسرين الكارت نتاعها يجي في الكلاس البزنس كلاس يهبط من سالون دونور ما جاتش مع نسرين يطلع مع الناس ياخذ وحده اوبر احنا نقولوا لهنا فهمت ياخذ اوبر شو اسمها تاكسي ويمشي فيها لا عنده كراهب لا عنده طيارات لا عنده حتى شيء كذب في كذب عنده زوز قطايع يجي لابسهم المنقاله كيفاش بدات تكتشفها هي المنقاله هي ما تعرفها دروغيست والكل بناي استحقت فلوس ما حبش تعطيهم هزت المنقاله اللي هداها لها في الخطوبه نتاعها باش تبيع قالوا لها يا بنتي هذا 1000 ريال 1000 ريال 750 دينار تونسي قتلت ليه هزوها ديجا هنا الشرطه هزتها اعتقلتها ودخلوها للسبيطار نتاع المدمنين قعدت 4 شهور في ما تخرجش ما تدخلش ما يزورها حتى حد كل شيء مش شايل عليها القلم وكل واحد ما نجمش تعبر عليه رغم اللي هي احسن قلب هي فيهم كل نح اي وهي كانت مرأة اللي عطاته طريحة الكلام اللي قالته هذيك امها كتبته لها في ورقه هذيك هي نسرين باش نقول لك على حاجه اخرى ممكن في بالك شبيه بس بنت نسرين الكبيره ماهيش بنت الماطريره اللي مسميتها لا لا بنت واحد اخر وليد من جابس فاميلته رفضوا انه ياخذها يعني بنت الماطري شال كل شيء بنتها الكبيره ماهيش بنت الماطريره بنتها الكبيره مش بنت الماطريره لا 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 انت دهيرك تشوفها وجهه نوعيه اخرى نتاع وبالله تو صغارها شنو علاقتها بنت وزوز شنو علاقتها تو بصغار هذوكم مساكن ما مرا امهم مهبوله عرفت هي مهبوله ما تنجمش تحكي معها حتى درجين راهو يسمي حتى كي تستعمل الدروب تستعمل دروب اللي في عالم اخر هما مع ابوهم هو مش مع هي مع ابوهم هما انا بصراحه انا عندي تصور عندي كله عندي لكن ما نسبش رجلتي اصلي ما يسمحوا ليش باش نعدي بارشا باش نحط بارشا بارشا عندي خنار تصاور بتاع فاميليا بتاع صغار بتاع باش نحطهم باش نعمل البوز باش نعمل نو 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 ما نيش نحط حتى تصوير باش نحط تصويره واحده هذيك اللي شفتوها وحتى تصويره حتى محمد دوك باش نحيه يعني محمد باش نحطه بروبل فلو معناتها ليلى ونسرين والازرق اللي هو كدوري مكهو وتصاور هذوم كلهم مانيش نحط حتى تصويره خاصه نتاع فاميليا نتاع عائلات نتاع شنو لا الفيديوهات وحتى بن علي الله يرحم له عظم تصاور يعني تصاور في القصر الداخل بلبس الدار ومانيش نحط حتى شيء مانيش نحط حتى شيء وكها ونقطتين نكملوا مع ابوهم في السيشيل خاطر عمل عملوا جنسيه يجيو للسعودية بليسي باسي يدخلوا يجيو يقابلوها يعني تقابلوا ولا تقابل صغارها هي في السيشيل راهي عايشة تجي خاطر ما عندهاش أوراق في السعودية تدخل جوست زيارة ما تفوتش 90 يوم وترجع ما عندهاش أوراق حليمة فقط اللي عندها أوراق محمد يعني نسرين نو نسرين في السعودية تجي تطل كهو كيف ما نقول لا لا كهو في علاش تمشي لدبي تمشي لدبي كهو مش كيما الوحدة كتوريست عندها دبي سيشيل جد
سي والفوكال هذاك يعني اللي بعثته زعمه بعثته لهدي الزعايم هذاك كتبته ليلى يعني فهلا كتبته كلام ليلى فهمت علاش خاطر ليلى ما تحبش الشعب يبدا يشك فيه ان هي وياه عملت معاه ما تمرش قويه بكده انت اش قلت لك انا ديجا حتى من الرئاسه كلموني وتاكدوا من صحه المعلومات عطيتهم باهي فما معلومه باش نقول لك انا امال فما معلومه باش نقول لك انت ما تعرفيهاش نرجع معك في التاريخ كيفاش ليلى عرفت كيفاش ليلى عرفت كادوريم هذه نقولها لك انا كريم كان يخدم في بواطة في فرنسا كان يخدم بورتي اللي يخدم معاه في البواطة هو اللي كان يهز لك راهب بالحسن وعماد لتونس هو اللي يهز لك راهب وهو هذايا ما يشربش وما يتكيفش فما مرة عنده طهور ولده السيد هذايا في باريس غادي عنده طهور ولده كلموا وقتها بالحسن باش يهبط لهم تحصلوا كهرباء خاطر هم يهبطوا كان المامو فهمتها ما نجمش وقتها يمشي عنده طهور ولده قال له راهو معايا ويخدم معايا واحد راهو حتى هو ما يتكيفش وما يشربش خاطر هما امور كرهب امور سياق يعني ديما يحب واحد ما يتكيفش وما يشربش فهمت قال لهم راهو عندي واحد صاحبي يخدم معايا راهو لا يتكيف لا يشرب لا حتى شيء والمره هذيك الاولانيه وقتها اللي كريم تعامل مع الطرابلسيه هبط لهم كرهبه وغاديش ولا يعمل ولا يتشوفر بصاحبات الطرابلسيه ومن بعد كي شافوه امور واضحه ورجلوه عنده خاطر هو ما هو زعما متربي برشا وعاقل برشا ما تعرف هالشيء هذاك عملها كي شافوها كيك دخلوه بروبري ولا يسوق معون صنع ولا يسوق بصغارها ولا يسوق بليلى بن علي غادي وين عرفها يا سيدي وك الصغار حاول قداش يضمهم ليه ولد الماتر وسي معناتها رافضين رفض كامل طيب في القصر تقول واحد عرفت يهز لها ساكه نسرين ترقد يقوم يلم لها حوايجها فهمت هذاك خديم عندها سيتو كله فين اتفاقت به البنيه المالي هي بالحق معناتها مسكينه بدعان طعمها كل تحت هي فهمت واتفاقت به اللي هو يسرق وكذاب وفما حد شيء طاطو تريحه نباش القبور الثالث نتاع بوها الفرق نتاع بوها بوجود اخواتها نتاع تونس حزوا عليها اخواتها نتاع تونس حطته في التركينة كذاب يا ساقط اللي بيه قتل وراه هذا مش كي تقول قال ليلى طب ما ساحلينها بنتك عملها سحر مش تكرهني ليلى ما يهمهاش ليلى ما يهمهاش لبناتها لحتى ليلى اللي يهمها مصلحتها فيه فقط ماما مي باش نرجع لك على حكايتي انا وليلى حكايتي انا وليلى عام ناول كميت راجلها كل تقربنا هكا لبعضنا اخذيت انا كونجي عام خدمت ليلى الطرابلسي بالله في وراقها سامحني في وراقها ليلى الطرابلسي ولا ليلى بن علي ولا ليلى الطرابلسي بن علي ولا كيفاش في وراقها بالضبط لا ليلى الطرابلسي لكن الجنسيه ايرلنديه ايرلنديه انا ما عنديش باسبور تونسي ايرلنديه انا بعثت لك القائمه نتاعها اها اوكي فهمت دايور انا كي مشيت باش تبدل باش تطلع الباسبور نتاع ولدها عامنا وباش تعمل له الفاليديتي نتاعو مشيت انا عملت لي وكاله لي انا باش نمشي نطلع لان هي ما تنجمش تطلع طلعوا فهمت ممنوع عليك تدخل القنصليه اي محمد مشيت انا عندي الوكاله نتاعها عندي كتشه وتبارك الله كبر لك انا راني كونترهم الكل بصراحه اسمعني امير انا كونترهم انتوما كي تقولوا بن علي الله يرحمه انا الله كل واحد ورايه يعني انا نحترم رايك كمان نقول الله لا ترحم له عظم انا نقول الله لا ترحم له عظم يعني خاطر انا ضرني شخصيا بروبري من غير ما نرجع هذه حاجات شخصيه والله شخصيا بروبري هذه الطفله نتاع نزهه اللي عندها لوكاسيون دو فواتور في البوكس نتاع المطار هذه ديجا حسب معلوماتي انا قالوا بداو يبحثوا فيها صايي في تونس لان الطفله هذيك هي قاعده تطلع لها سي بداو يدخل ما هوش قاعد يتفتش راه طبعا بداو انا نعطيك حاجه اخرى على كادو لازرك باش نعاودوا حتى انا باش نعيط له لازرك كيف ما عيط له بن علي وراهو مش وحده راهو هو كادو لازرك انت حكالي مش وحده راهو مره مع بعضهم امانه توا هي توا اللي وصلت له الفلوس نتاعها راهي مليارات راهو هو قاعد يهز عرفتك اللي يغرف ويهز الراجل الفلوس التونسة ضيعهم كيفاش تجيبوه في التلفزة واحد كيما ذاك ويتمنيك ويضحك ويعمل عندي ما عندك شيء ما عندك حتى شيء تكسب مليارات يعني مليارات خرجهم من تونس ولا مليارات مليارات خرجهم من تونس ولا مليارات دخلهم لتونس لا هو يهز ويجيب في نوع نتاع سبيك نتاع ذهب هي تعطي له فاهم لهنا فهمت يهبط وياخذ والفلوس ما يخرجهاش يهزها لليونس يهز الناس يخدموا لها في المخطط نتاعها معين يعني تو يعني ليلى الطرابلسي قاعده تعمل في في في, في امبراطوريه يعني قاعده تعمل في اي مال شنو ما شفت سنتي تو ما علاش نسرين كلمه هي باش زعما تقول للعباد راهو سيد الرجال ودرا شنو افهم انت هذيك هي اسمعني تعرف واش فهمت انا هنا تعرف واش فهمت هنا انا فهمت اللي تو الفلوس الكل في يد ليلى لا والو لا والو كل شيء
الفلوس كل في يد ليلى. لا والله احنا لدينا سي. ايه ونسرين مسكينه كل شيء تسوي، ونسرين بما انها مدمنه مخدرات يعني مع مد لها حتى مليون اذا ما تقولها قول سي. يعني الكارتيت مش في يد نسرين، ما عادش عندها نسرين اصلا مش غادي، قلت لي مش في السعوديه يعني. يعني بتمشي وتجي علينا تو كيما المده هذه هي لهنا قبل ما تصير القضيه نتاعي. تو انا بعثت مساجاتها مسكينه حتى هي تحبنا برشا. تقول لي شمك فيها ما والله لا تخاف تنقول لك فيها انا طفيها واش بعث لك بصوته معنا باش تسمح حيد انا برنامج لا ترى واحد يقول لي انت غايره منه، واحد يقول لي خلي الراجل يكذب على وليدي فيقو يا بيم فيقو. انا وقت اللي صارت لي الحكايه نتاع ليلى طرابلسي فما نحكي لك فما ناس اللي كنت تخيلهم في تونس كبارات كبير ربي قالوا لي باش نجمع المره هذيك فك والله يا بسام تصدمت منهم انا. ايه انا بالنسبه لي نقول لك حاجه بس شفت انت اخر خطاب نتاعو اللي قال فلوسنا هاي على الحدود وباش ترجع ولا لا؟ سي هذاك هو تحت سي في بالي برشا حكيت قلت لهم البقعه وقلت لهم كل شيء وفي بالك انت هو انا متحدى الناس ما عادش يهمني فيها ربي كان سترها وربي هالستر من عندها سي هكا هو ما هو ربي عدم كان سترها اللي عملته. ايش نقول لك انا لو كانت تحكي ركيب الرئيس نعاودو نخرجوه من القبر ونعاودو الرئيس قال باش يطلقها بعد بجمعه الرئيس بدا يمرض ماناش عارفين شو سبب المرض نتاعو باهي باش يطلقها وعيط الجنرال وحاطوا له حتى الطياره باش تهبط لتونس صافا وباريكري كتبوا وقال سي هذه ما عادش تحب نروجها بالكل لا رئيس يعني ينجم يكون مخطوف عيطها في الكفر ينجم يكون مخطوف من الحشيش هكا بنت ويشهدوا نتاع تونس هي حشيش هي شعوذه هي شو نقول لك مرأة داخلة في حيط مرأة أكثر من اللي ما عملتوش في تونس اللي كانت توا عملته لتونس توا تونس عافسة فيها في عفسة ما فماش سي الأزرق هذاك تحب تحطه هو أو كهو يلمع صورة البلاد عند الفرخة ذي بودريكا هي البراد روان تحت الأزرق ديما نقوله الأزرق يعني كادوريم يعني بن علي عيط له الأزرق الأزرق هذاك هو خاطر هو يعرف هو الوحيد يعيط الأزرق يعني تو كادورين تو كادورين كي يسمع مثلا انا كي نقول كي انا نتكلم كادورين نقول له يا الازرق يعرفها ديريكت يعني يفهمها فهمك منين عندك التويو سي يفهم اللي بنا... تضحك عليه تقول فوالا تقول له باي عيط لك يا الازرق ديما نسرين هكاك تضحك عليه هذيك نسرين حتى في القصر كي تقول له وين وش اسمه يقول لك شكون الازرق هكا الفوق يقول لك حتى اسم اخر ملا لعب فهمت وبين عليا ليش عيطوا الازرق واحنا الناس الشرفاء ماهوش حامله مسكين جاته كالصدمه وقتها مازال ما مرضش بالقديه وحابب يطلقها وتجيب له بنته واحد موشم ومرته قتلوا هذاك فينا هذاك اللي باش يقدها مراه وقال هنا باش نحكي لكم الامم المتحده ونعمل لها الفيلم نتاع عملها لا باش تعرف العباد هذه تقرا قرايه راهو شيء هذا بالطبيعه لا هو راهو قاري قرايه باش نكونوا واضحين مالها مخ بيعرفوا عليك قاري قرايه ونعرف حتى وين وكيفاش وكل شيء بالتفصيل نعرف انت من بعد دخلت الناس اللي عندي اساميهم تليفوناتهم عندي كل شيء حتى الناس اللي تاخذ في المليارات من عندها في تونس عندي بتليفوناتهم بالكل وعندي مساجات ابعث لي انا شمال ربي سبحانه ابعث لي كل شيء ابعث لي كل شيء جوده اصلا على ليلى ليلى تعرفوا جوزيف نتاع فرنسا انت اللي هذاك اللي عمل اللي تشد بالباسبورات جوزيف اللي شدوه من 10 في 3 ans اللي عمل لهم اللي يعمل يخدم في الباسبورات سي 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 ايوا هذاك انا بعث لك هاتوا نعطيك التحويلات اللي تبعث له فيهم عن طريق انا وراجل اللي هو كل شهر سي يخدم بالحسن من فرنسا هو مع تعامله عندها فرنسا عندها المانيا وعندها تونس الكل انا عطيتك المناطق ان شاء الله ان شاء الله قهرتني تعرف علاش ضيعنا 30 سنه من عمرنا بوغيان دي تو يا سيدي نقول انا وهاني انا نقول واحنا لف على راجل فاق راجلي انسان طيب وانسان ذو مبادئ وفي بالك عمل لي هذاك كله او مو على الاقل باش يعيش مرتاح معه رجلها مات من هنا وهو جاي يتكلم مع كادريم والاخ اللي بينهم فماش تقول لي وانت تحرش في نسرين انت اللي قلت لها طلق المهم يسكت وكهو انا قررت ما عادش نسكت في نهار وليله قمت قلت انا شفت المراه هذه باش نحاربها مش شنو التوب السجن تشدوا السجن سمعتوا كل شيء بذنيكم وما حبيتش راني نلز والله ما حبيتش نحط برشا حاجات نتاع التحطيم بروبري نتاع وتصور الفاميليات وتصور عائليه و وهو اصلا يعني بين عليه بيدو يعني كي يكمل حاله مكربه الحصيل وصغار نو برجوليه نو وما حبيش نحط زاده برشا حقائق اخرى على شيره وما حبيش نظهر برشا اسامي اخرين خاطر راني قلت لكم متها فما قضايا جاريه اللورا يلزم نحترموا القانون ونحترموا القضاء لكن اللي به الفائده حطيته نو وانتوما توا الكره في يدكم انتوما
كشعب كان تحبوا تكملوا هكاك تعيشوا شعب مي برا يا زمان ويجا يا زمان بون حاشا اللي ما يستاهل واللي ما يستاهل قليل يعني اللي ما يستاهلش قليل برشا وكان تحبوا تسترجلوا انا واحد من الناس الامل ضئيل جدا انكم تسترجلوا على خاطر على الفرنك انتم الله غالب انا نتصور ما تهم حاش اللي ما يستاهل والا من رحم ربك على الفرنك ما تبيع اختك تبيع امك تبيع ما دام بعت بلادك وبعت اصلك وبعت شرفك وبعت قدرك وبعت صعيبه باش تبيع اختك ولا امك ولا بنتك ولا عادي استرجلوا بجاه الرب اللي خلقكم استرجلوا واعملوا رواحكم قدر وقيمه واعملوا لك البلاد قدر وقيمه وما عادش تصفقوا وتلحسوا وترقصوا وتصنعوا في الطغاة وفيقوا على رواحكم فيقوا ركم عملتوا مش الفضح عملتوا الريحة يا صحيبي ماما مية فيقوا يا صحيبي ارتقوا اخرجوا من هيك المستنقع تتحسن حياتكم وتعيشوا عيشة باهية وتعيشوا عيشة فل اخرجوا من المستنقع استرجلوا يا صحيبي ماما مية ليه باش نقرق بيكم وانا وانسى توا صاي اكثر من هيك اش تحبوا ما عادش نثبت حتى حكاية وما عادش نبربش حتى حكاية الله معاكم اللي علي عملته واحد سنين من عمره ضاعت مش تكيكة الله معكم توا اخوي باش نشوف حياتي انا باش نمشي نعيش على روحي باش نمشي ندور العالم باش نمشي نتفرهد ما عادش باش نزبد مواضيع كي جمله بروبريو وجمله وكي تخرب ما على باليش جمله هكا هو انا اللي عملته توا انتم اعملوا شوي بروبريو شوي اعملوا ولزرق لزرق المدعو كادوريم من اليوم اسمه لزرق وبجاه ربي اي طحان من الطحانه يلحس ويرقص انزلوا عليه بجاه ربي انزلوا عليه حتى شوي الرجال اللي موجود نجموا راهم نجموا نقضيوا عليهم هذوكم انزلوا عليهم يا صحيبي خليهم نقرضوا ونرتاحوا منهم اوكي ولقاؤنا في فيفري مع بدايه التور دو مونت الدوره حول العالم وراني باش ننسى الحكايه هذه الكل جمله اوكي هذه الليلونه وهذه الكابوره والسلام عليكم.